بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو ده ان شاء الله هنكمل شرحنا لمراجعة الراوند او مراجعة العظم ان شاء الله الامتحان. اول حاجة الفيديو ده هنراجع فيه ان شاء الله اللور ليمز اللور ليم فراكشرز، وهنراجع فيه الكلينيكال فوتوز، الحاجات اللي ممكن تيجي في الامتحان، وكمان هنتكلم عن نيرف انجرز ان شاء الله باختصار شديد. طبعا احنا عارفين بس ان الحاجات اللي بشرحها ديت يعني لا تشمل كل العظم، احنا بنجيب الحاجات الموست امبورتنت او الموست كومون، وعلى على البيزك ليفل او على الاندر جراديويت ليفل، لكن احنا مش بنشرح كل حاجه ومش بنشرح كل التفاصيل مبدئيا. عارفين هنعدي الامتحان، بس احنا النهارده يعني ايه، عشان الوقت ضيق فاحنا بنحاول ايه نركز على الامتحان فقط. هعيد تذكيركم ان الامتحان عباره عن ايه 10 سلايدز، 5 اكس رايز اند 5 كلينيكال فوتوز. اكس رايز كل سؤال عليه، كل اكس راي عليها سؤالين، وال5 كلينيكال فوتوز غالبا بيبقى سؤال او سؤالين بالكتير. تمام، نخش في الشرح ان شاء الله. اتكلمنا على الفراكشرز ديسلوكيشنز في الابر ليمب، نتكلم النهارده على الفراكشرز اند ديسلوكيشنز اوف ذا لور ليمب. عندنا بيلفيك فراكشرز، الهيب فراكشرز ديسلوكيشنز، بروكسيمال فيمر، فيمورال شافت، ديستال فيمر، ديستال تيبيا او تيبيا فراكشرز سواء بروكسيمال او ديستال، والانكل فراكشرز اند اذر اي رير انتيتيز. اول حاجه دي اول اكس راي هنتكلم عليها، ديت عباره عن بلين اكس راي اند بوستيرير فيو اوف ذا اوف ذا بلفس، شوينج اي شوينج لو طرح هنا الايه السيمفيس بيوبس، هنا عارفين السيمفيس بيوبس دايستي مفتوح اكتر من 2 سم، مفتوح اكتر من 2 سم ده بنسميه ايه سيمفيس بيوبس دايستيزس. ده بيحصل في حاجه اسمها اوبن بوك انجري اوف ذا بيلفس، كانك بنفتح الكتاب، بنفتح الكتاب فبيحصل ايه دايستيزس، دايستيز يعني تباعد للسيمفيس بيوبس عن بعضه، فبنسميه اوبن بوك انجري اوف ذا بيلفس. تمام تمام طيب قبل ما ندخل بقى على بقيه الفراكشرز، احنا لازم نحط رولز كده بالنسبه للور ليمب انجرز. معظم اللور ليمب انجرز العظم فيها قوي جدا، فعشان يحصل فراكشر او يحصل ديسلوكيشن بيحتاج ايه هاي انرجي تروما، يبقى غالبا المود اوف تروما بالنسبه للور ليمب انجرز غالبا هاي انرجي تروما. تمام، اللور ليمب انجرز بما انها هاي انرجي بما انها عظم كبير فمشاكله كبير يعني ايه كبير في ايه في قوته، كبير في مشاكله، كومبليكيشنز بتاعتها بتبقى اخطر واصعب ومور لايف ثريتنينج. فدايما لما نتكلم على كومبليكيشنز في لور ليمب لازم او في لور ليمب فراكشرز من اول بلفس وانت نازل سبيشالي اباف في الاذن الاذني، لازم نتكلم على ايه الجنرال كومبليكيشنز اللي احنا اتكلمنا عليها المره اللي فاتت، اللي هي زي ايه زي الشوك، زي البلمونري او الفات امبوليزم، زي الكومبليكيشنز اوف برولونجد ريكامبنسي بيز، احنا قلنا البيت سورس، اليورين تنشن، البلمونري امبوليزم وكونستبيشن، لازم الحاجات دي نتكلم عليها. تمام طيب واما نيجي نتكلم على المانجمنت لازم نتكلم اما نيجي نتكلم على مانجمنت اوف اي فراكشر في الـ في الـ في الهيب في الـ في اللور ليب، لازم اول حاجه نفكر في الايه اي بي سي دي اللي هو الايه الفيرست ايد بتاع اي عيان مصاب، مش نروح على الفراكشر. الفراكشر ده لايف ثريتنينج، لازم لينا اولويه هي الايه اللايف اوف ذا بيشنت، وبعد كده الاولويه الثانيه هي اللايف اوف ذا ليمب ذن ذا فانكشن اوف ذا ليمب. يبقى اول حاجه اللايف بتاع البيشنت اللي هي بيستي الاير واي والبريثنج والسيركيوليشن والديسابيلتي، دي اول حاجه بنشوفها نطمن العين ستيبل، وبعد كده نبص على ايه الفراكشر بتاعنا وهاو تو مانج. تمام، دي رولز جنرال رولز كده بنحطها في اللور ليمب. طيب نكمل، ده مثلا ايه ذا فراكشر بيبك راي ذا بلين اكس راي انترو بوستير فيو اوف ذا بيلفس شوينج فراكشر اوف ذا سبيريور اند انفيرير بيبك ريموس. طيب هنا لو فرضنا ان احنا عاوزين نوصف الديسبيسمنت، ديسبيسمنت هنا رايح انفيرير تحت ولا رايح فوق، بنوصف انهي بالنسبه للثانيه؟ دايما بنقول ايه، دايما ان الجزء اللي نير تو ذا سنتر اوف ذا بودي يعتبر بروكسيمال، واللي away from the center of the body يعتبر ايه distal. فالديستال ده فده superior translation، محدش ابدا ابدا هيوصف لك هيقول لك توصف البيوراكشر بيوكر ماي رايح فين، ليه؟ لان البيوراكشر بيوكر ماي translation بتاعته غالبا ما يفرقش قوي في المانجمنت. تمام، غالبا بيوكر ماي عموما we manage it conservatively الا لو معاه other fractures او معاه other patterns of injuries كده بتخليه unstable، لكن في العادي بيوكر ماي بس بيحتاج بيد ريست، ما يحتاجش اي fixation او اي surgical management. تمام، هنتكلم برضه عن موست تروما، نقول هاي انرجي تروما غالبا ايه الهاي انرجي تروما دول، يا اما فولينج فروم هايت يا اما رود ترافيك اكسيدنت ار تي اي. ار تي اي ده
بيقسم لحاجتين، يا اما موتور سايكل اكسيدنت اللي هي ايه، عربيه خبطت واحد، او بيدستريان تروما. بيدستريان تروما يعني ايه؟ واحد ماشي وعربيه خبطته، اللي اتخبط ده بنسميه ايه؟ بيدستريان انجري، بيدستريان واحد ماشي في الشارع. لكن لو عربيه موتور فيكل اكسيدنت، عربيه خبطت في عربيه، عربيه خبطت في موتوسيكل، زي موتور سايكل موتور فيكل او موتور سايكل اكسيدنت، او موتوسيكل خبط في عربيه، او موتوسيكل خبط في موتوسيكل، او ايفر. تمام. ده او ايه ده بالنسبه لايه، رود ترافيك، ده كله اندر ايه، اندر ذا امبريلا اوف رود ترافيك اكسيدنت. ايه الهاي انرجي تروما الثانيه؟ زي احنا قلنا ايه، الفولينج فروم هايت. تمام. طيب الكومبليكيشنز عموما في البلفيك فراكشرز، سواء اوبن بوك فراكشر او بوك انجري او فراكشر بيبك ريماي، بيبقى اهم حاجه فيه الكومبليكيشنز اوف ايه، اوف بليدنج. دايما بيحصل بليدنج في البلفيس، والبلفيس بيستوعب كميه دم كبيره توصل ل 3 لتر او اكتر، فيحصل ايه، فيحصل هيموراجيك شوك. ممكن يحصل كمان ايه، البيبك ريماي دي تتكسر، او يحصل ديسلوكيشن، يحصل انجري للفيسرال، ايه فيسرا انسايد ذا يوني بلادر، او في الفيميل يحصل يوترس او الايه او الانتستين، بيحصل ايه انتر ابدومينال هيموريج او انتر ابدومينال كومبليكيشن بسبب الفيسرال انجريز. تمام. دي حاجات ممكن نقولها برضو ككومبليكيشن للبلفيك فراكشرز او ديسلوكيشنز. في حاجه اسمها الاستابيلر فراكشرز، دي الاستابيلم ده الايه، الحق اللي هو الجزء اللي ايه الفيمورال هيد which articulates with، ديت اللي هو التجويف ده بيسموه استابيلر فراكشر. فراكشر طبعا ده فيري كومبلكس فراكشرز، وغالبا بيحتاج سي تي عشان يبقى واضح، وعشان نعرف نقيمه كويس، بيحتاج فيوز معينه، ومانجمنت بتاعه غالبا بيحتاج اوبر ريدكشن انتن فيكسيشن بليت اند سكروز بطرق اكثر تعقيدا، فده يعني اوت اوف ذا سكوب. فاحنا بس نديكم فكره عنه، ان في حاجه اسمها استابيلر فراكشرز، ممكن تيجي بديسلوكيشن، وي ار فيري دينجرس فراكشرز، وايه وتؤدي طبعا، هي زي ما شايفين الفراكشر ده في الجوينت، واحنا قلنا اي فراكشر في الجوينت ممكن يعمل ايه، اوستيوارثرايتس، ممكن يعمل ستيفنس، ممكن يحتاج بعد كده ايه، تغيير مفصل كامل. طيب زي ما انت شايف كده، دي انواع تانية فراكشرز. كان شايفين السي تي ده، سي تي بسميه سي تي وذ 3 دي ريكونستراكشن، العظم ايه معمول له ريكونستراكشن كايه، كثلاثي الابعاد، انت شايف كل حاجه، شايف كل فتفوته في العظم جايه منين ورايحه فين، فده بيساعدنا كويس قوي في البري اوبرتيف مانجمنت والايه والدايجنوزس، بروبر دايجنوزس اوف ذا فراكشر. ده برضو استابلر فراكشر، يعني دي مش مهمه كامتحان راوند، بس مهمه كجنرال نولج يعني. طيب نيجي بقى على حاجه مهمه جدا جدا جدا، اللي هي الديسلوكيشنز. هي الديسلوكيشنز دي فيري فيري امبورتنت اند فيري دينجرس تروماز. التايبس بتاعتها احنا عندنا ايه، مينلي 3 تايبس، في انتيريور هيب ديسلوكيشن، بوستيريور هيب ديسلوكيشن، اند سنترال هيب فراكشر ديسلوكيشن. طيب اشهر نوع ايه هو البوستيريور هيب ديسلوكيشن، ده هنتكلم عليه بتفصيل. الميكانيزم في انجري في اي، احنا اي زي اي احنا لور ليمب انجرز عموما، هي ايه، هاي انرجي تروما، ممكن ايه رود ترافيك اكسيدنت، بالذات الهيب ديسلوكيشن غالبا بتيجي بسبب الايه، رود ترافيك اكسيدنتس، موتور فيكل اكسيدنتس او موتور سايكل اكسيدنتس. طيب هنتكلم بقى ايه على تفاصيل اكتر، بس نيجي الاشعه، ودي اشعه موجوده في الامتحان، ذا بلين اكس راي انتر بوستيريور فيو اوف ذا بلفس شوينج ايه رايت posterior hip dislocation. ليه قلت posterior مش anterior؟ مع ان انا فيو واحد صح؟ انا قلنا one view is no view. ايوه صح فعلا، انت المفروض في الفيو ده انت شايف ان هو الايه الهيب المفروض تبقى مكان هنا، وطالعه superior، انت شايف انه superior dislocation، فعرفت انها زي posterior. دايما البوستيريور بيطلع superior، فاكرين في الشولدر dislocation لما قلنا دايما الانتيريور بينزل inferior، هنا عكسه دايما، او سوري زيه يعتبر، هنا البوستيريور بيطلع دايما ايه؟ البوستيريور بيطلع superior، والانتيريور دايما بيجي ايه؟ inferior. تمام. فلو شفنا في الاكس راي لقينا الهيد دي طالعه سوبيريور، ده اسمه ايه؟ غالبا ده رايح بوستيريور هيب ديسلوكيشن. لو شفنا من فيو تاني من لاترال فيو او عملنا سي تي، هنلاقيه رايح بوستيريور بالنسبه للاجيلينويد، سوري بالنسبه لهنا الايه الاستابيلا. تمام. يبقى شوينج بوستيريور هيب ديسلوكيشن هنا زي ما احنا شايفين كده، هنا شايفين الهيد رايحه فين؟ رايحه انفيريور، فزي الشولدر لو راح انفيريور جايه فين؟ يبقى جايه انتيريور. فده بلين اكس راي انترو بوستيريور فيو اوف ذا بلفس of the hip and pelvis showing a showing left hip anterior hip dislocation. احنا قلنا high energy trauma، هنا شايفين ده برضو posterior dislocation، وشايفين الاثنين رايحين هنا، هنا bilateral anterior hip dislocation. دي طبعا هما كانوا المفروض الهيد مكانها فوق هنا في الاستابيلم، ونازله فايه نازله تحت inferior، فده يعتبر ايه anterior، دي bilateral anterior hip dislocation. تمام. احنا قلنا ايه الكلينيكال ديفورميتي، شايفين هي الميكانيزم في انجري مهم جدا لازم نعرفه، ده بيحصل حاجه اسمها ايه، بيحصل وموضوع الدكتور
بالنسبه للصمبا هيعملوا بس وايت سوتشرز، فكده مش هنعمل غيارات في الاندكس ده، والصمبا مش هنعمل فيه حاجه عشان هو معلق على سكين بس. مؤاخذة، آسف جدا. طيب احنا قلنا ديت الميكانيزم في انجري هنا بيبقى ايه؟ بيبقى داشبورد تروما. يعني ايه؟ يعني الركبة دي خبطت في الداشبورد، الداشبورد اما خبطت في الداشبورد حصل ايه؟ حصل ان الليج ده الرجل كلها رجعت لورا، فحصل ايه؟ بوستيريور، الحته دي كلها اتزقت لورا فحصل بوستيريور ديسلوكيشن اوف ذا هيد. بيحصل احيانا معاها ني انجريز، بيحصل كمان ايه؟ ني ديسلوكيشن برضه. كلينيكال ديفورمتي بتبقى ايه؟ ادكشن، انترنال روتيشن اند فليكشن. تمام، دي كلينيكال ديفورمتي في حالات البوستيريور ديسلوكيشن اوف ذا هيد. طيب طيب اي تراكشن، اي سوري، زي احنا قلنا هيب ديسلوكيشن، اي ديسلوكيشن في الجسم بنعالجه ازاي؟ بنعالجه عن طريق تراكشن. تراكشن ده هنا بنعمل حاجه اسمها فليكشن اند تراكشن، وايه 90 ديجريز كده، بنحطها 99 ديجريز ونعمل تراكشن للهيب. ده الميثود اوف ريدكشن، غالبا طبعا بيبقى اندر جنرال انستيزيا. تمام. طيب بيبقى اندر جنرال انستيزيا. تمام، ده سواء بوستيريور سواء انتيريور ديسلوكيشن، بنعمل بتدي جنرال انستيزيا، بتعمل ايه ماستر ريلاكسيشن عشان نعرف نرجع ايه ديسلوكيشن. طيب ده حاجه كده فانتسي شويه، ديت توتال هيب حصل له ديسلوكيشن. ده توتال هيب اصلا ده ايه؟ بروثيسيس، يعني زي ما احنا حد يعرف توتال هيب. توتال هيب يعني ايه؟ يعني ريبليسمنت، ناخد الهيب نشيلها خالص ونحط ميتال، وناخد الاستبلم ونكحته ونحط ميتال مكانه. بيحصل في ده، ودي بقى ايه؟ بيبقى ابنور، بيبقى بروثيتيك ارتكيوليشن. وهنا حصل له ده توتال هيب، حصل له ايه؟ ده ديسلوكيشن. طبعا ده مش عليكم خالص، بس انا جايبها كصوره. طيب انتيتي مهمه جدا في اللور امب انجريز. سوري، قبل ما ندخل على الفراكشن نيك فيمر لازم نتكلم على الديسلوكيشن، لازم نتكلم على الكومبليكيشنز اوف هيب ديسلوكيشن. كومبليكيشن هيب ديسلوكيشن اسمها برضو ايه؟ ايرلي وليت. والايرلي لازم نتكلم عن جنرال كومبليكيشن زي شوك، زي ايه؟ زي بالمونري امبوليزم او فات امبوليزم. برضو ممكن يحصل لوكال كومبليكيشنز، لوكال ايرلي كومبليكيشنز نيوروفاسكولار انجريز. ممكن يحصل نيوروفاسكولار انجريز اللي هي ايه؟ يحصل سياتيك نيرف انجري، نيرف النير باي الهيب في المنطقه دي هو السياتيك نيرف، ده كومون في الهيب ديسلوكيشن. ممكن يحصل ايه كمان؟ ليت كومبليكيشنز. الليت كومبليكيشن تشمل جنرال كومبليكيشنز زي الكومبليكيشنز اوف برولونجد ريكامبنس امبيد زي ما احنا قلنا، او ايه ليت لوكال كومبليكيشنز زي ايه؟ زي الافاسكا نيكروز. ليه؟ اما يحصل زي احنا فاكرين احنا قلنا ايه؟ يحصل اي ديسلوكيشن البلاس سبلاي ممكن يحصل له كينكينج او انتربشن بلاد للبلاس سبلاي بتاع الهيد بتاع الفيمر، زي ما اتكلمنا على الشولدر برضه نفس الكلام. فممكن يحصل افاسكا نيكروزز للهيد اوف فيمر. طيب ممكن يحصل ايه كمان زي ما احنا قلنا في اي ديسلوكيشن؟ ممكن يحصل ريكارنس، ممكن يحصل ايه؟ ممكن يحصل اوستي ارثرايتس، ممكن يحصل ستيفنس، ممكن يحصل مايوسايتس اوسيفيكانس، ممكن يحصل هيتيروتوبيك اوسيفيكيشن، ممكن يحصل كومبليكس ريجنال بين سندروم، واللي هو ان ده رير في الايه؟ في الهيب ديسلوكيشن. وممكن يحصل فراكشر ديسلوكيشن. مع ديسلوكيشن يحصل انجري للايه؟ للاستابلم، سواء بوستيرور او انتيرور وول، للايه؟ للبون يعني الاستابلم، ويحصل بيسموه فراكشر ديسلوكيشن. تمام، ندخل على نيك فيمر، وده فيري فيري امبورتنت انتيتي. فراكشن نيك فيمر ده ليه كلاسيفيكيشن مش مهمه، في حاجه اسمها ترانس سيرفايكال او سب كابيتال حسب الليفل بتاع الفراكشر. اما نيجي نعلق على الاكس راي دي نقول ايه؟ بلين اكس راي انترو بوستير فيو اوف ذا اوف ذا اوف ذا هيب، مش باين رايت او ليفت، شوينج ايه؟ فراكشر نيك فيمر. لو تعرف توصف الجريد دي شكلها ترانس سيرفايكال فراكشر، صعب. انا مش عاوزك توصف الجريد ولا توصف الايه؟ ديسبيسمنت. مجرد تقول فراكشر نيكو فيمر او تقول ديسبليس فراكشر نيكو فيمر، يا اما ديسبليس دي يا اما نون ديسبليس، ذاتس انف فور يو از اندر جراديوت. هتقول ايه؟ ديسبليس نون ديسبليس. ليه؟ انك فيمر المفروض دي الحته دي مكانها هنا، فدي معنى كده ان هي ديسبليس، الحته الديستال دي رايحه ايه؟ رايحه طالعه سوبيريور. تمام، سوبيريور ديسبيسمنت. طيب
تراكشن نيك فيمر ده عاده بيجي في الناس الاوستيبروتيك زي ديستال ايه هيوم زي ديستال ريديس. فاكرين ديستال ريديس بين الناس الاوستيبروتيك الناس الالدرلي وهو الايه والسباين. طبعا احنا ما اتكلمناش على السباين خالص لان ده ايه حاجه ايه للبوست اكتر منها الاندر جراديويت. فاكتر حاجات بتيجي بالنسبه للناس الالدرلي ان عندهم اوستيبروزس هي الايه السباين والديستال ريديس والنيكو فيمر او البروكسيمال فيمورال فراكشرز سواء نيكو فيمر سواء انتر تروكانتريك فراكشرز. النيكو فيمر فراكشر ده بيحصل عادة على عكس معظم الفراكشرز لور ليمب بتحصل من لو انرجي تروما لانه بيحصل في ايه في اوستيوبروتيك بون. فسهل جدا يحصل فيه ايه يحصل فيه سهل جدا يحصل من اي تروما سواء لو انرجي او هاي انرجي. فهو سهل يحصل لو انرجي تروما ليه زي السيمبل فولز ليه لان بيحصل في حته اوستيوبروتيك العظم فيها ضعيف. تمام يبقى المود اوف تروما ممكن يبقى لو انرجي ممكن هاي انرجي تروما. الهاي انرجي تروما ممكن لو ايه لو حصل في يونج ايج ممكن لو واحد شاب يعني يونج ايج لو حصل فيه فراكشن ليك فيما غالبا بيبقى هاي انرجي تروما بسبب الايه بسبب زي رود ترافيك اكسنس ويل فولينج فروم هايت. اوكي طيب احنا قلنا في كلاسيفيكيشن اسمها جاردن كلاسيفيكيشن. الجاردن كلاسيفيكيشن دي بتعتمد على الديسبليس سوري على الديسبليسمنت نون ديسبليس فراكشر ده جريد 1 مينيمال ديسبليس فراكشر جريد 3 او سوري فالجاس امبيد فراكشر جريد 1 الانكومبليت فراكشر جريد 1 لو لو كومبليت فراكشر بس نون ديسبليس جريد 2 لو ديسبليس فراكشر مينيمال ديسبليس فراكشر جريد 3 لو هايلي ديسبليس فراكشر ده جريد 4 والاناتوميكال اللي احنا قلنا عليها ترانسفايكال او بيزل او سب كابيتال فراكشر. المود اوف تروما زي ما احنا قلنا كومبليكيشنز. نيجي نتكلم على الكومبليكيشنز اوف فراكشر نيكو فيمر لازم نقول برضو ايه جنرال كومبليكيشنز ولوكال كومبليكيشنز. والجنرال ممكن تبقى ايرلي ليت واللوكال ممكن تبقى ايرلي اند ليت كومبليكيشنز. طيب نتكلم على الجنرال كومبليكيشنز الايرلي اللي احنا قلنا عليها ممكن يحصل شوك في الفراكشر نيكو فيمر. نيكو فيمر ما بيحصلش بليدنج كتير لان هي حتى اصلا البلاد سبلاي بتاع الهيد بيبقى جاي من فيزل صغيره ومش كتير قوي. فلو اتكسرت النيك ما يحصلش بليدنج كتير فصعب يحصل شوك. اللي ممكن يحصل ممكن يحصل نيورو فاسكولار انجري زي السايتيك نيرف انجري ده لوكال كومبليكيشن. ممكن يحصل بالمونري امبوليزم دارير قوي لان هي دايما البالمونري امبوليزم او الفيت امبوليزم بيجي من الايه من البون الكبير زي ايه زي زي فراكشرز في الدايفيسز. طب ليه بيجي مع ديسلوكيشن؟ لان الديسلوكيشن لما بيحصل بيحصل كينكينج بلاد فيسلز. فالبلاد فيسلز لما تبقى كينكد ممكن يحصل فيها استجنيشن او ايه سلوينج للبلاد سيركيليشن بسبب الفينز بيحصل فيها بلاد كلوتس فتعمل ايه تعمل دي في تي وتعمل بالمونري امبوليزم. وطبعا في الشافت فراكشرز لما بيحصل فاش فراكشرز الفات الموجود في المظله اللي بيعمل بون مارو بيخش في السيركيليشن ويعمل ايه حاجه اسمها فات امبوليزم. تمام طيب النيكو فيمر مهمه جدا الليت زي ما احنا قلنا ليت جنرال كومبليكيشنز. نتكلم على الكومبليكيشنز اوف برولونجد ريكومبنس انديبيشن ده لو ايه ما اتشخصش كويس او نيجليكتد مش هيتحرك ولا يعرف يقف فيفضل ايه بيدريدن فتره طويله. طيب اللوكال كومبليكيشنز ممكن ايرلي زي ما احنا قلنا نيورو فاسكولار انجري او او ليت كومبليكيشنز. اهم كومبليكيشنز في النيك فيمر ولازم تقولها لو حد قال لك فراكشن نيك فيمر منشن تو كومبليكيشنز نتكلم على الاثنين دول افاسكولار نيكروزس ونون يونيون. فاكرين احنا قلنا الافاسكولار نيكروز ونون يونيون كان قلنا الكومبليكيشن دول موجودين فين في السكافويد. الافاسكولار نيكروزس والنون يونيون بيحصل ليه احنا قلنا افاسكولار نيكروز انتربشن لما بيتكسر النيك فيمر ده البلاد سبلاي بتاعها بيتقطع فالحته دي كلها بتموت يحصل لها انترابشن بلس سبلاي فيحصل افاسكولار نيكروز. نون يونيون ليه؟ لان الحته اصلا احنا قلنا الانترابشن بلس سبلاي بيتقطع وعشان يحصل يونيون في اي حته لازم يروح لها دم كتير او دم كفايه ان يحصل يونيون. فالحته دي اصلا ما فيهاش بلس سبلاي فمعنى كده ان ممكن تخش نون يونيون بسهوله جدا. فممكن يحصل نون يونيون او ايه افاسكولار نيكروز وده من اهم الكومبليكيشنز اللي ايه لازم نذكرها في اي فراكشن نيك فيمر. تمام طيب هاو تو مانج فراكشن نيك فيمر. فراكشن نيك فيمر مانجمنت يعتمد على حاجتين اساسيتين يعتمد على ديسبيسمنت اوف ذا فراكشر ويعتمد على الايج. نون ديسبيسد فراكشر في اي ايج نعمل فيكسيشن سواء بحاجه اسمها كانيوليتد سكروز. كانيوليتد سكروز دي مسامير مجوفه تمام او بنعمل بايه بحاجه اسمها دي اتش اس اللي دايناميك سكرو. طيب لو اولد ايج لو اولد ايج اللي هم تعريفا الاولد ايج في الليتريتشر ده اكتر من 80 سنه بس احنا مجازا بنعتبر الاولد ايج اكتر من 60 سنه بس بالذات في الديفلوبينج كانتريز او الايلو ثيرد وورلد كانتريز بيبقى اللايف سبان او اللايف اكسبكتنس بتاع الجنرال بوبيليشن قليله شويه فاحنا نعتبر الاولد ايج اكتر من 60 سنه لكن بره بيعتمد الاولد ايج اكتر من كام من 80 سنه و60 ل 80 دول يعتبروا ايه ميدل ايج بيشنتس. طيب لو اكتر من 60
او اكتر من 80 سنه بنعمل لهم ايه؟ لو ديسبليسد فراكشر بنعمل له ريبليسمنت سواء بهيمي ارثروبلاستي يعني نص مفصل او توتال هيب ارثروبلاستي يعني مفصل كامل. طيب لو بيشنت يونج ايج سواء ديسبليسد ولا نون سبليسد بنعمل له فيكسيشن. تمام. فلو بيشنت عنده 20 سنه ديسبليسد ولا نون سبليسد بنعمل له فيكسيشن سواء بالكليس كروس او بالدي اتش اس. لو بيشنت اولد ايج نون ديسبليسد نعمل له فيكسيشن برضه. لو ديسبليسد نعمل له ايه؟ ارثروبلاستي او ريبليسمنت. ده هنا مثال للكانيوليت سكروز هنا مثلا بلين اكس راي انتروبوستير فيو شوينج ايه فراكشر نيكو فيمر ذا رايت سايد فيكسد باي كانيوليتد سكروز. ده الاي بي بتاعه وده اللاترال سايد بتاعه اللاترال فيو. طيب هنا برضو هنا احنا مش عارفين الفراكشر بس شايفين توتال هيب هنقول ايه بلين اكس راي انتروبوستير فيو اوف ذا بلفيس اند بوث اند بروكسيمال فيمر ريجن شوينج ايه شوينج توتال هيب ريبليسمنت. بس كده التوتال هيب عرفنا التوتال هيب ازاي لان الحته ديت الفيمر كلها ريبليست البروكسيمال فيمر كلها ريبليست وفي نفس الوقت الاستابيلم متثبت الاستابلر كومبوننت هو دايما اي توتال هيب مكون من جزئين استابلر كومبوننت وفيمرال كومبوننت. الفيمر كومبوننت اللي بيخش جوه الفيمر الاستابلر كومبوننت اللي بيثبته مكان الاستابلم. الاستابلر كومبوننت هنا إيه لو لقيت مسامير كده موجوده تعرف ان ده ايه استابلر كومبوننت ممسوك يبقى ده التوتال هيب. بص هو يعني ايه عموما يعني عشان مش انتوا مش مطالبين تفرقوا بين الهيمي ارثروبلاستي والتوتال هيب ارثروبلاستي وانواعهم ودول ليهم تقسيمه كبيره ودول حاجات للبوست جراد تعرفوا ان بس ايه في هيب ريبليسمنت موجود سواء توتال سواء ايه سواء هيمي. لو حد قال توتال هيب ريبليسمنت اتقال صح لو حد قال باي بولر او هيمي ارثروبلاستي هنمشيها تمام مفيش مشكله. ده هنا هيمي ارثروبلاستي ليه؟ لان شايفين الاستابلر كومبوننت مفيش استابلر كومبوننت مش ممسوك بحاجه مفيش حاجه ماسكه ده الفيمورال كومبوننت ده هو دي كلها حته واحده مكان الفيمر دي كلها حته واحده. المفروض الحته دي لو حطينا كمان زي الاستابلر كومبوننت العباره بيبقى عباره عن ايه ميتال شيل كده بتحط على مكان الاستابلم لو حطيناها وثبتناها بسكروز او ثبتناها باسمنت بيسميها ايه توتال هيب. لكن دي نص مفصل مفصل ملوش ايه ملوش استابلر كومبوننت بيسميه ايه باي بولر او سوري هيمي ارثروبلاستي. والهيمي ارثروبلاستي لانواع اشهر نوع بيستخدم دلوقتي هو الباي بولر هيمي ارثروبلاستي. فده بلين اكس راي انتروبوستير فيو شوينج ايه هيمي ارثروبلاستي اوف ذا هيب سواء رايت او ليفت طبعا مش واضح السايت هنا في الاكس راي ده مش عليكم ديت حاجه بس بنشوف يعني ايه افاسكو نيكروزس اوف ذا هيد بيحصل فيها كولابس وبيحصل فيها ديفورميتي وبلس بلاي بتاعها بيبقى متاثر. طيب هنتكلم بقى على الفراكشرز اوف ذا بروكسيمال فيمر. الحاجات النيك فيمر دي تعتبر ايه انترا كابسول فراكشر لان الايه الفراكشر بيحصل جوه الكبسول وجوه الكبسول يعني يحصل انتربشن للبلاد سبلاي اللي رايح الهيد فبيحصل ايه زي ما احنا قلنا كومبليكيشنز الافاسكو نيكروز ونون يونيون. طيب الفراكشر اللي بتحصل اكسترا كابسولار يعني ايه بره كبسول الكبسول ماسكه فين ماسكه اراوند ذا نيك لو حصل فراكشر ديستال ليها بيسموه اكسترا كابسول فراكشر ليها فيها فروق جوهريه بينها وبين الانترا كابسول فراكشر ان البلاد سبلاي في الحته الاكسترا كابسولار دي كويس قوي ما بيحصلش فيه انتربشن بلس سبلاي فبيحصل فيه يونيون غالبا وبيحصل ايه كمان وما بيحصلش فيه افاسكو نيكروزس في الفراكشرز دي. طيب نيجي نوصف الكسور دي زي دي الاول نقول دي بلين اكس راي انتروبوستير فيو ذا هيب شوينج كومينيوتد فراكشر بروكسيمال فيمر. فراكشر لقيته كذا حته مش عارف توصفه ولا عارف تقول ده نوع ايه تقول ده كومينيوتد فراكشر وتقول الريجن ده كفايه قوي بروكسيمال فيمر. عاوز تقول انها سب تروكانتيريك كومينيوت سب تروكانتيريك فراكشر هنتكلم عليها دلوقتي في تقسيمه للاكسترا كابسول فراكشر انتر تروكانتيريك وسب تروكانتيريك. انتر تروكانتيريك البيراميد ده جريتر تروكانتر وده ليسر تروكانتر لو كسر ماشي بينهم كده بس يبقى اسمه ايه انتر تروكانتيريك لو كسر ممتد تحت الليستر تروكانتر بيسميه سب تروكانتريك. تمام. طيب هنا بلين اكس راي انتروبوستير فيو شوينج ايه شوينج دي اتش اس ده دي اتش اس ده دايناميك هيب سكرو عباره عن سكرو لاج كده كبير وفي سايد بليت وماسكه بايه بسكروز ديستال دي اسمه دايناميك هيب سكرو او ايه دي اتش اس. الدي اتش اس غالبا بنثبته اي حاجه في الاثنين يا اما فراكشر نيكو فيمر يا اما فراكشر انتر تروكانتريك واشهر بيستخدم في الانتر تروكانتريك فراكشر. تمام. طيب هنشوف بقى الانتر تروكانتريك فراكشر هنشوف ده بلين اكس راي انتروبوستير فيو شوينج انتر تروكانتر لاحظ هنا الجريتر تروكانتر وليس تروكانتر هو الكسر ماشي بينهم فده اسمه انتر تروكانتريك فراكشر اوف ذا رايت هيب. تمام. هنا ايه فيكسد باي دي اتش اس. طيب قبل ما نكمل بس الايه كومنت على الاكس راي دي قول برده ايه المود اوف تروما الانتر تروكانتريك فراكشر برده من الحاجات اللي احنا زي ما احنا قلنا البروكسيمال فيمر فراكشر تيجي في ناس الايه الالدرلي اللي عندهم اوستيوبروزس غالبا يعني بتبقى بسبب سيمبل فولز مجرد وقعه بسيطه بيعمل فراكشر. تمام. ده بالنسبه للمود اوف تروما. الكلينيكال بيكتشر بتاعته زي ما احنا قلنا الكلينيكال بيكتشر بتاعت اي فراكشر او اي ديسلوكيشن بيبقى ايه في بين وتندرنس وسويلنج وديفورميتي ولوس اوف فانكشن وكريبتس ما عملهاش بس الديفورميتي بيبقى غالبا اكسترا. طيب هنكمل الفيديو اللي فات. احنا قلنا الانتر تروكانفريك فراكشرز بتحصل بالايه بسبب لو انرجي تروما عاده في الاوستيبروتيك بيشنتس
الالدرلي، واحنا قلنا الديفورميتي بيبقى غالبا اكستنال روتيشن ديفورميتي، وقلنا المانجمنت بتاعهم غالبا بايه، بحاجه بين اثنين، يا اما بدايناميك هيب سكرو اللي هو اسمه دي اتش اس، يا اما حاجه اسمها ايه بروكسيمال فيمورال نيل، بيبقى نيل داخل من فوق. وهنشوف مثال ليه دلوقتي، دي اسمه البروكسيمال فيمورال نيل، بيبقى نيل عباره عن مسمار انتر مدلري. فاكرين احنا قلنا تقسيمه الحاجات اللي ممكن تتحط تثبت بيها، احنا قلنا ممكن تبقى ايه اوفر ريدكشن تن فيكسيشن باي انتر مدلري او اكسترا مدلري، ممكن يبقى هنا اكسترا مدلري زي بليت اند سكروز دي بالايه بالدي اتش اس، او ممكن انتر مدلري زي الايه نيل، اسمه بروكسيمال فيمورال نيل. ده ايه بلين اكس راي انتر بوستيريور فيو شوينج فراكشر انتر تركانتري او كوميوتد انتر تركانتري فراكشر او ذا رايت هيب فيكسد باي بروكسيمال فيمورال نيل. تمام. اما نيجي نتكلم ده برضو نوع تاني من البروكسيمال فيمورال نيل، بسميه ترايجن نيل، بيبقى فيه مسمارين فوق بدل مسمار واحد تخيب، يعني ليهم انواع يعني، ده مش مهم، انت كفايه تعرف ان بروكسيمال فيمورال نيل. لو تلاحظ هنا بس هنا انتر تروكانتريك فراكشر وليه سب تروكانتريك اكستنشن، ممكن تقول ده سب تروكانتريك، ممكن تقول انتر تروكانتريك الادق طبعا والسب تروكانتريك اكستنشن. عموما فراكشرز الفراكشر سواء انتر تروكانتريك او سب تروكانتريك فراكشرز، الكومبليكيشنز برضو نقسمهم ايه ايرلي وليت، ونقسمهم جنرال اند لوكال كومبليكيشنز زي ما احنا قلنا، الايرلي زي ما احنا قلنا والجنرال يعني زي ما احنا قلنا، والليت كومبليكيشن تشمل ايه النون يونيون والمال يونيون والديليد يونيون. و بس نفتكر ان الفراكشر لما يبقى قريب، لما في الميتافيسيس، فاكرين لما في الميتافيسيس في بون انز بيحصل في ايه مال يونيون اكتر من نون يونيون، ال بلس سبلاي هنا كويس بيحصل يونيون، بس ممكن تلحم في ايه بشكل غلط بيحصل مال يونيون. لكن لو الفراكشر كل ما يقرب من الشافت كل ما نسبه النون يونيون بالذات في السب تروكانتريك فراكشرز اللي عليها ستريس عاليه جدا فبيحصل فيها نون يونيون كتير. تمام. طيب نكمل ده برضو ايه، ده بلين اكس راي انترو بوستيريور فيو اوف ذا هيب شوينج سب تروكانتريك. لو طلعت مفيش انتر تروكانتريك بس تحت الليسر تروكانتر في فراكشر في سب تروكانتريك، ممكن نقول كومينيوتد لان هنا فيه فراجمنت واثنين وثلاثه، هي في فراجمنت لوحدها، فممكن نقول كومينيوتد سب تروكانتريك فراكشر. وشايفين شايفين الحديده دي او الخرطوم زي ما الخرطوم كده باين، ده عباره عن حديده وايه وساند على الرجل بسميها، فاكرين لو حد يعرف لو حد حضر راوندات يعني، ما فيش تقريبا حد لحق يحضر راوندات، بس عموما ده بيسميه حاجه اسمها توماس سبليند. توماس سبليند عباره عن ايه، عباره عن حديده كده بتتحط تحت الرجل وبتشد بيها الرجل عشان تحافظ على الالاينمنت بتاع الرجل، ودي حاجه مهمه جدا. توماس سبليند ده ذا فيرست ايد لاي فراكشر سواء سب تروكانتريك او شافت فراكشر في تحت ليفل اوف ذا تروكانترز. ليه؟ بيحافظ على الالاينمنت بتاع الفيمر وبتقلل البين وبتقلل البليدنج وبتقلل الريسك في مان اوف ايه بالمونري فات امبوليزم. تمام. طيب اهو احنا قلنا تقريبا احنا لسه كنا بنتكلم عليها في امثله اوضح هنا، ده اسمه توماس سبلنت، ممكن يبقى حلقه وممكن يبقى نص حلقه. تمام. بنستخدمها فين؟ في الفيمر فراكشر شافت فراكشرز. احنا هنا هندخل على طول في الشافت فراكشرز، ده بلين اكس راي انتر بوستير فيو اوف ذا فيمر شوينج ايه ترانسفيرس، ممكن يشورت اوبليك ممكن ترانسفيرس فراكشر فيمر. ده هنقول نتكلم على الديسبيسمنت بقى، واضح جدا هنا الايه الديستال رايحه ايه بالنسبه للبروكسيمال، هنا ميديال وهنا لاترال، رايحه ميديال بالنسبه للبروكسيمال وذ ميديال ترانسليشن، وفي كمان اوفرلاب او شورتنينج. تمام. وفي وذ ايه وذ ابيرنس اوف توماس سبلنت او توماس سبلنت، طبعا توماس سبلنت هنا مش المفروض يشد العظم احسن من كده وما يخليش في اوفرلاب. هنا توماس سبلنت طبعا محطوط مش بشكل ايه، مش غالبا مش محطوط بشكل مظبوط، هنا توماس سبلنت محطوط بشكل حلو، والدليل ان فراكشر الاينمنت كويس قوي. هنا برضو إيه انت مش واضح، انت ممكن تلاقي كورتكس دي انتكت، اول ما تلاقي كورتكس انتكت بص كده هتلاقي في فايسس صح، ده تشايلد، ده في جروث بليت هنا بروكسيمال وديستال، ده تشايلد. فالتشايلد ده ممكن يحصل، فاكرين ممكن يحصل في ايه، في حاجه اسمها جرين ستيك فراكشر، يبقى كورتكس كسرت وكورتكس لا، ده مش تيبيكال جرين ستيك فراكشر الحقيقه، بس ممكن تقول عليه جرين ستيك فراكشر لان في كورتكس هنا انتكت وكورتكس مكسوره، فده ايه جرين ستيك فراكشر اوف ذا فيمر. وغالبا هو مش جرين ستيك، غالبا في ديسبيسمنت في بلين تاني، احنا قلنا في القاعده الاساسيه ان وان فيو از نو فيو، فغالبا في ديسبيسمنت في بلين تاني ومش واضح هنا، بس مبدئيا نقول ان في شافت فراكشر نون سبليسد شافت فراكشر وفي توماس سبلنت مثلا، ده طبعا ايه ده ليفت فيمر، باين في ليفت سايد هنا وضحت علامه ليفت سايد. طيب الفراكشر شافت اوف فيمر عموما اولا بتحصل غالبا بهاي انرجي تروماس، يعني بتحصل في يونج ايج بسبب برو ترافيك اكسنت فولينج فروم هايت. كومبليكيشن بتاعتها اهم كومبليكيشن نتكلم على الشوك، ولازم تتكلم على البالموري فات امبوليزم، دي مهمه جدا جدا. ممكن يحصل كومبارتمنت سندروم في الفيمر بس ايه مش كومن زي الليك، الليك بيحصل فيها كومبارتمنت سندروم هنتكلم شويه عليها اما نيجي نوصل للتيبيا، لكن ممكن يحصل فيها كومبارتمنت طيب الفيكسيشن بتاع الفراكشر شوف تيمر عموما اي شافت فراكشر في الجسم اول حاجه تفكر كلاين
نكمل الشرح بتاعنا. بالنسبة للور ليمب فراكشرز، احنا اتكلمنا على الفيمورال شافت فراكشر. احنا قلنا اي شافت فراكشر غالبا بنصلحها بايه؟ بانترامدلري، او بنثبته بانترامدلري نيلينج. انترامدلري نيلينج بالذات في الشيفت في الفيمر، بتحط حاجه اسمها انترلوكينج نيل. انترلوكينج نيل يعني انترامدلري نيل ممسوك فوق ممسوك تحت بترانسفيرس سكرو زي ما انتم شايفين كده. ده لو جينا نعلق الاكس راي دي، نقول بلين اكس راي لاترال فيو اوف ذا فيمر شوينج ايه؟ طبعا لاترال فيو لان باتيلي اهي انتيريور، وديت كوندايل بتاع بوستيريور كوندايل، فهي دي لاترال فيو على الفيمر شوينج ايه؟ شوينج ترانسفيرس فراكشر ميد شافت فيمر ويب ايه بوستيريور، طبعا دي رايحه بوستيريور، بوستيريور ترانسليشن اوف اوفرلاب، هنا فيكسد باي انترامدلري او انترلوكينج نيل. ممكن فراكشر شافت فيمر نثبت ببليد، بس ده ما يفضلش، دايما بنثبت الفراكشر شافت فيمر بايه؟ بانترامدلري نيل او انترلوكينج نيل. طيب في فراكشرز انت تاني من الفراكشرز بيبقى موجوده فين؟ في الديستال بارت بتاع الفيمر، اسمها ديستال فيمر فراكشر. ممكن تبقى واصله الجوينت انتر ارتيكولار، ممكن تبقى اكسترا ارتيكولار، ما وصلتش ايه للني جوينت. والفراكشر دي غالبا برضه كومن في الادلتس، وبتثبت ايه؟ ببليت اند سكروز. عموما اي فراكشر انتر ارتيكولار ممكن يوصل انتر ارتيكولار، او في الميتافيزيال انس غالبا ما بتنفعش تحط فيها انتر مدلري فيكسيشن، غالبا بيتثبت بايه؟ بايه؟ ببليت اند سكروز. يبقى اومن ريدكشن وانتنا فيكسيشن باي بيتال ستروكس. ديستال فيمر فراكشرز كومبليكيشن بتاعها هنتكلم معاها مع الني الني ديسلوكيشن، لان هي نفسها تقريبا نفس الفكره. الني ديسلوكيشن، الني ديسلوكيشن المكان قريب قوي من الديستال فيمر فراكشر، فالاثنين انتيز تقريبا واحده في الكومبليكيشنز. طبعا غير طبعا الكومبليكيشن الخاصه بالفراكشر زي الليت، زي الديليد يونيون نون يونيون والمال يونيون، لكن عموما كان يونيفاسكولار انجلس هي طبعا نفس الايسز اللي بتاثر زي الايه بوبليتال ارتري او ايه الكومون برونيال نيرف انجري والسايتيك نيرف. طيب الفي ال ما قلناش المود اوف تروما. المود اوف تروما في حالات الديستال فيم فراكشر غالبا بتبقى هاي انرجي تروما زي ما احنا قلنا في ايه، في اي لور ليمب فراكشر. طيب نيجي على الفراكشر دي، اسمه فراكشر باتيلا، ده من الحاجات المهمه جدا موجود في الامتحان. ده دي باتيلا بون، باتيلا بون دي ماسك فيها فوق الايه كوادريسيبس تندون، وتحت ماسك فيها حاجه اسمها باتيلر تندون. واحنا فاكرين لما اتكلمنا على الاوكرين فراكشر قلنا بيحصل فيهم ايه؟ بيحصل تنشن على البون، بيحصل افالجن فراكشر، فبنسميه افالجن ايه افالجن انجري، بيحصل افالجن فراكشر، وغالبا بيبقى ترانسفيرس، وغالبا بيحصل فيها ايه ديستراكشن. ليه؟ لان البوث اندز بيبعدوا عن بعض بسبب المصل ايه مصل تنشن. فلو لاحظين هنا ديستال بول بعيد عن البروكسيمال بول خالص بسبب المسل تنشن. هنا ترانسفيرس فراكشر برضو هنا ايه مينيمال ديسبليسد. هنا طبعا في الاي بي مش واضح او الفراكشر لاين، فصعب قوي نعلق عليه في الاي بي. دايما في الباتيلا بنعلق عليها في اللاترال فيو ديسبليسد ولا نون ديسبليسد. يبقى ده بلين اكس راي لاترال فيو اوف ذا ني شوينج فراكشر باتيلا، ده از انف. عاوز تقول ديسبليسد او ديستراكتد فراكشر باتيلا اتس اوكي. وهنا برضو ديت واضح جدا فيها الفراكشر، فراكشر باتيلا ترانسفيرس فراكشر باتيلا displaced fracture patella. تمام، الفراكشر باتيلا زيها زي الاولكرينون بنثبتها بحاجه اسمها الايه تنشن باند وايرنج او تنشن باند امبلانت. تمام، تنشن باند يبقى وايرز وعليها ستانلس، وقلنا الوايرز دي بتحول التنشن فورس الى كومبريشن فورس along the fracture، فتساعد على اليونيون او تساعد على الهيلينج. ده بالنسبه للباتيلا. الباتيلا كوميونيكيشن بتاعتها، ده الباتيلا في جوينت هنا اسمه باتيلو فيمورال، الباتيلا دي ارتكيوليتنج مع الحته دي بتاعت الفيمر فاسمه باتيلو فيمورال جوينت. فممكن ده فراكشر يعتبر انتر ارتكيولار فراكشر، فممكن يعمل ايه اوستيوارثرايتس، ممكن يحصل ايه بين، ممكن يحصل كورونيك بين، ممكن يحصل ستيفنس، ممكن يحصل فيها برضه نان يونيون ومال يونيون وديليد يونيون. طبعا ده عظمه صغيره قوي، ما حدش يقول لي ان باتيلا في لور ليمب ممكن تعمل شوك وتعمل بالمونري امبريزم، ده الكلام ما يحصلش. دي عظمه صغيره ما بيحصلش منها بليدنج، ما حصلش منها شوك، ما حصلش منها بالمون امبوليزم، هي مجرد الاي كومبليكيشنز سمبل كومبليكيشنز زي البوست ارثرايتس والستيفنس والبين. والباتيلا دي عشان هي تحت السكين على طول بتبقى بتتحس تحت، كله يقدر يحس الباتيلا تحت السكين على طول، فلو حطينا عليها متر زي ده بيتحس تحت السكين، فبنسميه برومننت هاردوير. دي من احد الكومبليكيشنز الفيكسيشن بتاع الباتيلا بالذات في التنشن بامبس، برومننت هاردوير البيشنت حاسس ان في متر تحت ايه، بيعرف يحسه تحت ايده على طول. طيب دي ممكن نثبتها بتنشن باند، بس بدل ما نحط وايرز نحط سكروز. طيب ودي حاجه اسمها باتيلار ديسلوكيشن، باتيلا اتخلعت مكانها بشكل تحس ان الني كاب شكل الني اتغير، بدل باتيلا بتبقى في النص بقت في الجنب. دي رير انجري يعني. نتكلم عن ني ديسلوكيشن، دي حاجه مهمه جدا. ني ديسلوكيشنز
نوعين اساسيين، هو ايه؟ البوستيريور والانتيريور ديسلوكيشن. احنا دايما مش بنوصف ايه لاي ديسلوكيشن، الديستال بالنسبه للبروكسيمال. الديستال هنا راجع ايه؟ راجع بوستيريور بالنسبه للبروكسيمال، فدي بوستيريور ني ديسلوكيشن. هنا الديستال رايحه انتيريور بالنسبه للبروكسيمال، فدي اسمها انتيريور ني ديسلوكيشن. يبقى ده بلين اكس راي لاترال فيو اوف ذا ني شوينج ايه؟ بوستيريور ديسلوكيشن. هنا بلين اكس راي رايت لاترال فيو اوف ذا رايت ني شوينج ايه؟ anterior knee dislocation. طب مين الاخطر منهم، الانتيريور والبوستيريور؟ شايفين البوستيريور شيب بتاع الني بتاع التيبيا شكله ايه؟ حاد شويه، لكن البوستيريور شيب بتاع الايه الفيمر شكله ايه؟ مدور شويه. فلو الناحيه الحته الحاده دي خبط في بليتي الارت اللي ماشي ورا ده، ولا الحته المدوره دي خبطت في البليتي الارت اللي ماشي ورا هنا احسن؟ طبعا لو حته مدوره هتخبط في ارتري مش هتعوره قوي، لكن لو حته حاده زي دي خبطت في ارتري ممكن تعوره. يعني ده طبعا مثال بسيط يعني، بس يوضح ان دايما البوستيرير ميد ديسلوكيشن اخطر من الانتيرير ميد ديسلوكيشن. قبل ما نتكلم عن الكومبليكيشنز نتكلم برضو عن مود اوف تروما. مود اوف تروما بيحصل فيها هاي انرجي تروما، فكريت داشبورد انجري اللي بتعمل بوستيرير هيب ديسلوكيشن هي برضو ممكن تعمل ايه؟ بوستيرير ميد ديسلوكيشن، نفس الخبطه بترجعها لورا. ممكن يحصل اهم حاجه طبعا زي ما قلنا ايرلي كومبليكيشن، يحصل ايه؟ جنرال زي الشوك. ممكن يحصل في الني ممكن تعمل كومبارتمنت سندروم، لان الكومبارتمنت، لان الني انجري تعمل هيماتوما وكوليكشن في الكومبارتمنت بتاع الليج، ممكن تعمل ني سندروم كومبارتمنت سندروم. وممكن يحصل منها نيورو فاسكولار انجري، اهم حاجه الكومون برونيال نيرف انجري او البرونيال نيرف انجريز. وممكن يحصل فيها كمان طبعا البوبليتال ارتري انجري، وده فيري فيري امبورتنت. ممكن يعمل برضه اسكيميا زي ما احنا قلنا كده في الايه، في البريكال ارتري، اما كنا بنتكلم على سوبرا كوندايلر فراكشرز ان تشيلدرن. ممكن يحصل برضه بوبليتال ارتري انجري، يحصل فيه ثرومبوزس ويحصل فيه سباز ويعمل ديستال اسكيميا، ممكن تؤدي الى ايه؟ جانجرين لو ما تشخصتش كويس. فدي فيري امبورتنت انجري ولازم نشخصها ولازم نتعامل معاها بحرص شديد. ده بالنسبه للاي ايرلي كوميونيكيشن. ليت كوميونيكيشن زي ما احنا قلنا ممكن يحصل برولونج ريكامبس، يعني العيان مش قادر يمشي على رجله. ممكن يحصل ده ديسلوكيشن صح، ممكن يعمل ستيفنس وارثرايتس، ممكن يحصل ريكارنس، ممكن يحصل سودكس اتروفي ديستالي، ممكن يحصل ايه ماي سايز سيفكنس، نفس الكلام اللي احنا قلناه اسكيما في اي ايه ديسلوكيشن. طيب في فراكشر تاني. طيب احنا قلنا الديفورميتي، هنا بتبقى في ديفورميتي بيبقى ايه؟ بيبقى فيروس او فالجاس ديفورميتي، دي مش مهمه بتاعت الايه، بتاعت الكلينيكال بيكتشر اوف نيد ديسلوكيشن، دي حته مهمه قوي. دايما بتيجي ايه؟ دايما تيجي التايب اوف ديسلوكيشن وكومنت ذس اكس راي والايه تو مين كومبليكيشنز او تو كومن كومبليكيشنز. زي ما نقول بقى ممكن تقول النيورو فاسكولار انجريز دي مهمه جدا، بالذات البوبليتال ارتري انجري والكومبرونيال انجري. ممكن تقول ليت اللي هو ريكارنس والانستابيليتي والاوستي ارثرايتس، طبعا مظبوط. طيب هنا ده فراكشر، ده عباره عن بروكسيمال تيبيا فراكشر واصل للجوين، بسميه ايه؟ تيبيا البلاتو. تيبيا بلاتو يعني سطح المفصل، سطح التيبيا. تيبيا بلاتو انجريز ديت من الحاجات زي ما احنا قلنا، ما احنا عارفين برضو انتر ارتيكولار فراكشر، والانتر ارتيكولار فراكشرز بتعمل ايه؟ بتعمل نفس الفاكرين الانتر ارتيكولار فراكشرز، ممكن تعمل برضو اوستيو ارثرايتس وستيفنس لانها وصل جوينت وبتاثر على الكارتليج. التيبيا بلاتو فراكشر ديت بتحصل غالبا بسبب دايركت تروما، ممكن تحصل ان دايركت بس غالبا دايركت تروما من اي موتور فيكل اكسنت، خبطه مباشره في الاي بلاتو. كلينيكال بيكتشر زي ايها زي اي فراكشر. الكوميونيكيشن تشمل برضه زي ما احنا قلنا ايرلي وليت كوميونيكيشنز. ايرلي كوميونيكيشن ممكن تعمل نيورو فاسكولار انجري زيها زي ني ديسلوكيشن او ديستال فيمر، كلهم في حته واحده. ممكن يعمل نيورو فاسكولار انجري زي البوبليتال ارتري زي الكومون برونيال نيرف انجري ده، وزيه زي اي انتر ارتيكولار فراكشر ممكن يعمل ليت كوميونيكيشن زي الاوست ارثرايتس ستيفنس، وزي اي فراكشر ممكن يعمل مال يونيون او نون يونيون، ولو انه غالبا مال يونيون لان هنا النون يونيون صعب يحصل. احنا قلنا الحتت دي ميتافيزيال وفيها بلس بلاي كتير وبيحصل لها هيلينج بسرعه، فالاغلب هنا بيحصل مال يونيون اكتر منه نون يونيون. والاوست ارثرايتس فيري 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 كومن كوميونيكيشن للتيبيا بلاتو فراكشر. طيب في حاجه بس نسيناها نقولها، هاو تو مانج نيد ديسلوكيشن. نيد ديسلوكيشن اتس هاي انرجي تروما، ولازم احنا قلنا اي هاي انرجي تروما في اللور ليمب لازم نفتكر الاول اي بي سي دي، وبعدين نفتكر نتاكد ان ما فيش بليتال ارتري انجري لان ده ممكن يعمل اسكيميا ولازم يحصل له مانجمنت بسرعه. تاني حاجه احنا زي اي ديسلوكيشن بنعمل ايه عشان نرجعه؟ نعمل تراكشن اندر جنرال انستيزي، نرجع ديسلوكيشن بعد كده ايه نفولو اب ايه ونكزامين البيشنت فور اذر ليجامنتس انجري، وبعد غالبا بيحتاج ريبير الليجامنتس دي ليتر اون. طيب ده احنا قلنا تاني، ده ليه تيبل تيبل بلاتو فراكشر، ده بلين اكس ليه لاتر انترو بوستيرو فيو اوف ثاني شوينج تيبل بلاتو فراكشر. عاوز تقول ده اللاترال تيبل بلاتو، دي الحته اللاترال ناحيه الفيبر دي لاترال لو فراكشر لاين اهو، ده لاترال تيبل بلاتو فراكشر تبقى كده كويس. عاوز تقول تيبل بلاتو فراكشر بس اتس اوكي.
طيب ده كوميونيوتي تيبيا بلاتو فراكشر، يعني كوميونيتي لو يعني شايفين الفراكشر واصل للارتيكولار سيرفس اهو، فده ايه وفي فراجمنتس كتير، فممكن تقول ايه فراكشر كوميونيتي فراكشر بروكسيمال تيبيا او كوميونيتي فراكشر تيبيا بلاتو، ده صح وده صح. طيب دايما احنا قلنا الرول في اي انتر ارتيكولار فراكشر، احنا قلنا بنحط بليت اند سكروز زي الديستال فيمر، قلنا بنحط بليت اند سكروز زي الديستال هيمرس في الادلتس بنحط بليت اند سكروز، زي الديستال ريديوس احيانا بنحط ممكن ينفع نحط بليت اند سكروز، وبرده في التيبيا بلاتو فراكشر لازم احنا بنحط بليت اند سكروز. ليه؟ احنا بنحتاج ابسولوت ستابيليتي، حاجه اسمها ايه ابسولوت ستابيليتي، يعني عاوزين فراكشر يبقى ماسك كويس قوي من غير ما يتحرك خالص، فبنعمل بليت اند سكروز. تمام، او برودكشن تن فيكسيشن باي بليت اند سكروز. نتكلم على التيبيا فراكشرز، تيبيا فراكشرز ديت هنا الشافت فراكشرز، يعني احنا قلنا في بروكسيمال تيبيا اللي اسمها تيبيا بلاتو، وديستال تيبيا هنتكلم عليها اسمها تيبيا البلافوند او البيلون فراكشر. الشافت فراكشرز بقى زيها زي اي شافت فراكشر، احنا قلنا في اللور ليمب بيبقى هاي انرجي تروما، بيبقى غالبا موتور فيكل او فيكل اكسيدنت او رود ترافيك اكسيدنت او فولينج فروم هايت. اما نيجي نتكلم على الكلينيكال بيكتشر نفس الكلام، مفيش اي حاجه مميزه في الكلينيكال بيكتشر بتاعتها، لكن هي مهمه جدا نتكلم على الكومبليكيشنز. بس قبل الكومبليكيشنز نوصف الاكس ري زي اللي جات لنا، نقول بلين اكس ري انتروبستيريو وهنا لاترال فيو شوينج ايه فراكشر، هنا شورت اوبليك ممكن نقول سبايرال فراكشر اوف ذا ايه ديستال او الميد شافت، مش ميد شافت هي ديستال ثيرد اوف ذا تيبيا، وهنا وضع مش واضح قوي ترانسليشن في الاي بي، لكن في اللاترال واضح ان هي رايحه بوستيريور، جزء بوستيريور ترانسليشن اوف تيبيا. طب الفيبيلا كمان اه فيها فراكشر، فيها لونج اوبليك او سبايرال فراكشر فيبيلا برضه في الاي بي، يعني حاجه بسيطه خالص ميديال ترانسليشن، بس هنا واضح هنا اكتر هنا ايه في بوستيريور ترانسليشن اوف ذا اوف ذا اوف ذا اوف ذا فيبيلا. تمام، يبقى ممكن توصفها كده بلين اكس راي انترو بوستيريور فيو اوف ذا رايت اوف ذا رايت بوست بون او رايت ليج شوينج ايه فراكشر بوست بون ليج، اسمه بيسموه بوست بون ليج فراكشر، او ممكن توصف ده لوحده فراكشر بوست بون ليج ده سبايرال اوبليك فراكشر وذ بوستيريور ترانسليشن. طيب ممكن يجي طبعا الفراكشر تيبيا ممكن بيجي باشكال متعدده، ممكن يبقى سيمبل فراكشر، ممكن يبقى بوست بون العضله الفيبيلا برضه مكسوره، ممكن يبقى كومينيوتد، ممكن يبقى سيجمنتال، يعني في كسر هنا وكسر هنا وبينهم حته سليمه، فبنقول اسمه سيجمنتال فراكشر. مش لازم التفاصيل دي بس نقول كومينيوتد، طالما لقيت فراجمنتس كتيره ببساطه اعتبرها كومينيوتد وريح نفسك. فهنا ايه ذا بلين اكس راي انتروبوستيريور اند لاترال فيو ذا تيبيا شوينج كومينيوتد فراكشر اوف ذا ميد شافت اوف ذا تيبيا، والديستال رايحه بالنسبه للبروكسيمال رايحه فين؟ رايحه ايه ميديال ناحيه التيبيا، ميديال والفيبيلا لاترال، فراح ميديال وذ ميديال ترانسليشن. الديستال دي بالنسبه للبروكسيمال دي راح ميديال، طبعا في فراجمنت كوميونيشن في النص مش لازم نعلق عليه، نقول كوميونيتي فراكشر بس خلاص. طيب الكومبليكيشن بتاعت التيبيا زي ما احنا شايفين كده، ده منظر ايه الفاشيوتومي بعد الكومبارتمنت سندروم. الكومبليكيشن بتاعت التيبيا تسمى برضه ايرلي كومبليكيشن ليت كومبليكيشنز، واهم ايرلي كومبليكيشن هي الكومبارتمنت سندروم، لان دايما التيبيا دي بيحصل فيها ايه بيحصل إيه موجوده بيحصل فيها اديما وهيماتوما في كلوزد كومبارتمنت سمول كومبارتمنت، فبيزنق بسرعه ويحصل كلوجر للكابيلري فيلنج او كلوجر للكابيلري سيركيوليشن للستراكشرز او سوفت تيشو، فيحصل ايه كومبارتمنت سندروم. كومبارتمنت سندروم ده علاجه اكيوت ايمرجنسي سيتويشن، محتاجه الفاشوتومي، لان انت ما عملتش فاشوتومي الكومبارتمنت هيفضل يزيد لغايه اما يقفل البلاد سبلاي كله بيحصل اسكيميا. طب ايه تاني اهم كومبليكيشن في الفراكشر تيبيا؟ الاوبن فراكشر التيبيا بون دي حاجه سبكوتينيوس بون، يعني تقدر تحسها مباشره تحت رجلك تحت بايدك تحت السكين على طول، فهي سبكوتينيوس، اول ما تتكسر تروح جاي قطع السكين على طول، فيحصل اوبن فراكشر. اوبن فراكشر ده مشكلته انه بيعمل بعد كده انفكشن، لان خلاص الانفايرمنت بيبقى دايركت كونتاكت مع الانفايرمنت بره فبيحصل انفكشن فيه. ده ليه كلاسيفيكيشن طبعا ده مش مهم، حاجه اسمها جاستيلو كلاسيفيكيشن تايب 1 و2 و3 و3 متقسمه لA وB وC، ده مش مهم خالص عليكم، هي مهمه طبعا للايه اللي بعد كده هيكملوا اورثوبيدكس او اللي هيشتغلوا في طوارئ، بس تعرفوا بس في حاجه اسمها كلاسيفيكيشن اوبن فراكشر اسمها جاستيلو كلاسيفيكيشن، دي فيري فيري امبورتنت. ده امثله للاوبن فراكشر، ده العظمه طالعه من الجسم من الفيمر، ده عظمه الفيمر ده اوبن فراكشر الفيمر، وده الماسلز حواليه ودي برضو اوبن فراكشر. طالما لقيت في بون باين او الهيماتوما بتاعت يعني ايه اوبن فراكشر؟ يعني الفراكشر او الهيماتوما بتاعته كونكتد تو ذا انفايرمنت، سواء عن طريق السكن سواء عن طريق اي فتحه سواء عن طريق الريكتم زي مثلا فراكشر بلفس وحصل انجري للريكتم، فالبلفس فراكشر ده واصل للانفايرمنت عن طريق الريكتم ده يعتبر اوبن فراكشر. نفس الكلام اي يعني طالما كونكت الانفايرمنت عن طريق اي طريق وات ايفر ات از بيسموه اوبن فراكشر. ده طبعا مثال واضح جدا اوبن فراكشر، العظمه اصلا بره الجسم خالص. طبعا ريسك هنا فيري فيري هاي ريسك اوف انفكشن، اهم كومبليكيشن لفراكشر زي ده هو الانفكشن.
طبعا ممكن يحصل، طبعا ده فراكشر فيمر، ممكن يحصل كل انواع الكوميونيكيشن بتاعت الفيمر زي الشوك وات ايفر اللي احنا قلنا عليها، بس اكتر عظمه بيحصل فيها الاوبن فراكشر هي التيبيا، من اشهر الفراكشرز. وممكن يحصل كومبارتمنت سندروم، ممكن يحصل كومبارتمنت سندروم مع اوبن فراكشر. مع ان تقول لي الاوبن فراكشر فتح الكومبارتمنت، لا، بس في اذر كومبارتمنتس مقفوله، لان هو في سوبر، في بوستيريور سوبر فيشن ديب كومبارتمنت، في لاترال كومبارتمنت، في انتيريور كومبارتمنت، في كذا كومبارتمنت، ممكن واحد منهم فتح والباقي لسه مقفول، بيحصل فيه كومبارتمنت سندروم. طيب طب التيبيال فراكشرز جنرالي بنثبتها بايه؟ بانتر ميدلري نيل، زي ما احنا قلنا اي شافت فراكشر في الجسم غالبا بنثبته بايه؟ بانتر ميدلري، او اسمه انتر لوكينج نيل ايه تيبيا، تمام؟ طب افرض الفراكشر ده اوبن، ما مثبتوش بانتر ميدلري، بنثبته باكسترنال فيكسيشن، اسمه جهاز تثبيت خارجي اسمه اكسترنال فيكسيتور، ايذر سيمبل بلين اسمه بلين اكسترنال فيكسيتور، او يوني بلانر، او باي بلانر، او حاجه اسمها رينج فيكسيتور، بنسميه جهاز اسمه ايلي زاروف، لو حد سمع عنه، جهاز مشهور جدا في العظم اسمه ايلي زاروف، عباره عن ايه، دوائر كده حوالين الليج، ده نوع من الاكسترنال فيكسيتور. يبقى ايه في حالات الاوبن فراكشرز بنثبتها بايه؟ باكسترنال فيكسيشن، سواء مونو بلانر او رينج فيكسيتور اللي هو اسمه ايلي زاروف، تمام؟ طيب في الاطفال، في الفراكشرز، في التيبيا، الشافت فراكشرز عموما في الاطفال، سواء فيمر سواء تيبيا سواء هيمر سواء بوس بون فور ارم او بوس بون ليج، بنحط لهم حاجه اسمها انتر ميدلري فليكسبل نيلز، او انتر ميدلري نيلز. يبقى ده مثلا بلين اكس راي انترو بوستيرو لاترال فيو اوف ذا ليج ان تشايلد ليل، لان في فايسس موجود، شوينج ايه، شوينج شورت اوبليك فراكشر اوف ذا ديستال تيبيا، وفي شورت وفي اوبليك او ترانسفيرس فراكشر اوف ذا ديستال فيبولا with a with lateral translation، اثنين رايحين lateral. في lateral view ما فيش anterior ولا posterior translation، لكن في الاي بي فيو في lateral translation. هنا fixed by الفيبلا التيبيا بس، دايما غالبا لما يبقى في fracture post bone leg الاثنين في نفس الليفل، من ايه بنثبتهم، بنثبت التيبيا فقط وبنسيب الفيبلا، تمام؟ يبقى بنثبت الايه التيبيا بس ونسيب الفيبلا، بنثبتها غالبا بانتر ميدلري نيلز في الاطفال، اسمها flexible او اسمهم نانسي نيلز، تمام؟ في فراكشر احنا قلنا لو الديستال بقى تيبيا مكسوره، وغالبا في ادلتس يعني، بيبقى ايه لو واصل الارتيكولار سيرفيس بتاع الانكل، ده الارتيكولار سيرفيس، ده الانكل جوينت، الفراكشر واصل الارتيكولار سيرفيس، بنسميه بيلون او تيبي بلافون فراكشر. فنقول بلين اكس راي انتروبوسين لاترال فيو اوف ذا اوف ذا اوف ذا انكل ريجون شوينج ايه بيلون فراكشر، او ايه او تيبي بلافون فراكشر. ده انتر ارتيكولار فراكشر، والكومبليكيشن بتاعته ده بيحصل هاي انرجي تروما غالبا في ميدل ايج او يونج ايج بيشنتس، وبيحصل بيعمل كومبليكيشنز زي ما احنا قلنا، ممكن يعمل نيورو باسكولار انجري، الاستراكشرز ماشيه هنا زي الاي انتيرو تيبيال او بوستيرو تيبيال ارتري او الانتيرو او بوستيرو تيبيال نيرف، وممكن يعمل ممكن يحصل فيه مال يونيون، ممكن يعمل زي ما احنا عارفين ان هو وصل الجوينت، فممكن يعمل اوستيو ارثرايتس وستيفنس، ممكن يعمل سودكس اتروفي، مايسر سيفيكانس، كومبلكس ريجن بينستروم، زي ما احنا قلنا ايه السكيما العامه بتاعت كومبليكيشنز اوف فراكشرز. ده برضو بيلون فراكشر، ده واصل الانكل، ده كومنيوتد، ممكن تقول كومنيوتد ديستال ايه بوست بون ليج فراكشر. طيب هنا في سيمبل فراكشر فيبيلا، لكن هنا في كومنيوتد فراكشر تيبيا ديستال تيبيا ووصل للجوينت، فده يعتبر بيلون فراكشر. الانكل فراكشرز دي فيري فيري امبورتانت انتيتي وفيري كومن فراكشر سبيشالي ان ادلتس. شيلدرن برضو زي ما الانكل عباره عن تيبيا وتيلس، ده عظم الثالوث، وده الميديان مالوس، وده اللاترال مالوس. احنا بنوصف الجزء المكسور في الانكل جوينت، مثلا فراكشر زي ده، ده بلين اكس راي انترو بوستيريور فيو اوف ذا انكل ريجون شوينج اي فراكشر اوف ذا اي لاترال مالوس اند فراكشر ذا ميديان مالوس. نحاول نوصف الفراكشر احسن من كده ازاي؟ نقول ان في سبايرال، غالبا اللاترال مالوس بيبقى سبايرال اوبليك فراكشر في الايه في اللاترال مالوس، وفي ترانسفيرس فراكشر ذا ميديان مالوس with a. طب الفراكشر ده رايح فين والفراكشر ده رايح فين بالنسبه للبروكسيمال؟ الاثنين والانكل كله رايح ايه؟ رايح lateral، صح؟ with lateral translation او with valgus deformity. احنا عارفين lateral يعني valgus والميديال يعني فيرس، ممكن نقول with a valgus translation. زي نفس الكلام هنا، plane x-ray anterior posterior view with ankle showing a showing spiral fracture of the lateral malleus with lateral translation. دايما دايما بيحصل ان الايه الانكل بيسبلاكس laterally، الماتيلس بتزق الفيبولا وتطلع lateral وتشد معاها الايه ميديال malleus، فكلهم بيروحوا lateral، تمام؟ طيب الانكل فراكشرز ديت بيبقى غالبا لو انرجي تروما تويستنج انجريز، يعني واحد ماشي رجله لفت حواليه، راحت جايه كسره الاي ميديال او اللاترال مالوس، غالبا اللاترال بيتكسر اسرع من الميديال لانه اضعف منه، او الانرجي بتاعته بتبقى او التروما بتبقى عليه اكتر، او تويستنج انجري بيبقى عليه اكتر.
في انواع للانكل فراكشر دي وفي كلاسيفيكيشن، بس احنا مش هنخوض فيها لان هي حاجه معقده شويه. احنا مش عاوزين ايه تفاصيل، احنا عاوزين بس ايه ما يجي لك اكس راي يتعلق وتقول في باي مالولار فراكشر انكل، في فراكشر ايه لاترال مالس وميديال مالس بيسموهم باي مالولار فراكشر انكل. لو فراكشر لاترال مالس بس بيبقى ايزوليتد فراكشر لاترال مالس، لو فراكشر ميديال مالس بس بيبقى ايزوليتد فراكشر ميديال، بتوصف شكله هنا ترانسفيرس فراكشر هنا اوبليك فراكشر مفيش مشكله. هنا برضو هنا زي ما قلنا بالاضافه بين اكس راي انتروبوستيري فيو اوف ذا انكل شوينج ايه اللاترال مالوس، يعني ايه يعني الجزء الديستال فيبيولا لغايه فين، لغايه 6 سم فوق الاي جوينت. عاوز تقول ان ده فراكشر شورت اوبليك فراكشر في الفيبيولا، شافت الفيبيولا صح، عاوز تقول ان هو هاي لاترال مالوس فراكشر صح. وهنا طبعا ميديال مالوس فراكشر باين خالص ترانسفيرس فراكشر، والاثنين ترانسليتد ايه لاترالي. اذا دوت ممكن تقول عليهم اختصارا وهيبقى صح كلامك مظبوط 100%، تقول باي مالولار فراكشر انكل، يعني ايه الاثنين مليولاي مكسورين. طالما الميديال مالوس مكسوره غالبا اللاترال هتلاقيها مكسوره، فتقول باي مالولار فراكشر انكل بس، والدايجنوز بتاعك يبقى صح. طيب البايمرال فراكشر انكل زولز احنا قلنا مود اوف تروما وكلينيكال بيكتشر زي ما احنا قلنا. الكومبليكيشنز برضو زي اي فراكشر انتر ارتيكولار، يحصل ايه اوستيفنس اوستارثرايتس مايسس اوف كانز وهيتيروتوبيك اوسيفيكيشن ايرلي، ممكن يعمل نيروفاسكال انجري زي ما احنا قلنا انتيريور تيبيال او بوستيريور تيبيال ارتري او نيرف. طيب هاو تو فيكس، طبعا زي ما احنا قلنا فاكرين القاعده بتاع اي انتر ارتيكولار فراكشر اللي نثبتها بليت اند سكروز، نفس القاعده هنا. اللاترال مالوس ده يعتبر انتر ارتيكولار وصل الجوينت فنثبته بليت اند سكروز. طب الميديال مالوس بنثبتها بحاجه، حاجه من اثنين، يا اما نثبتها بسكروز فقط يا اما نثبتها بتنشن باند. فاكرين اما قلنا الحاجات اللي ايه بتتشد، الميديال مالوس بس فيه ليجامنتس بتشدها فممكن نثبتها بتنشن باند، ممكن نثبتها بسكروز فقط. في مسمار احيانا الديستال تيبيو فيبولار جوينت ده احيانا بيحصل له انجري الليجمنتس اللي فيه وبيخلع بيبعد عن بعضه. فاكرين الديستال راديو النر جوينت، فاكرين كان بيحصل انجري في ايه في في تروما اسمها ايه كالياتسي فراكشر ديسلوكيشن، نفس الكلام هنا احيانا بيحصل ايه انجري للديستال تيبيو فيبولار جوينت بيسموه سيندزموتيك انجري، ولما يحصل بنحط سكرو بيوصل التيبيا في الفيبولا بيسميه سيندزموتيك سكرو. سيندزموتيك سكرو يبقى ده بلين اكس راي انتروبوستير فيو، طبعا نفس الفيو تقريبا الاثنين انتروبوستير فيو اوف ذا انكل شوينج ايه بايمرال فراكشر، بايمرال فراكشر انكل فيكسد باي بليت اند سكروز. وهنا بايمرال فراكشر سوري لاترال مالوس فراكشر وفي سيندزموتيك انجري، الحته دي فاتحه اهي فيكسد باي سيندزموتيك سكرو بليت اند سكروز، وهنا في سيندزموتيك سكرو بلس سيندزموتيك سكرو. تمام دي حاجات رير انجريز، حاجه اسمها تيلو فراكشر دي مش يعني حاجه مش مهمه، وكالكينيس فراكشر عظمه فراكشر نفسها مكسوره، يعني حاجات لسه امبورتنت صراحه مش هاخد فيها عشان امتحان الاند راوند يعني ما نلخبطش الناس اكتر. دي حاجات في العادي بنشرحها بس عشان الوقت احنا مش هنجيبها ان شاء الله في الامتحان ومش مهم عليكم، وفي نفس الوقت ايه مش هتكلم فيها كتير. البيزو فيرث فراكشر ليس فرانك، حاجه اسمها ليس فرانك فراكشر لوكيشن. احنا كده نكون خلصنا اللور ليمب ايه لور ليمب انجريز او لور ليمب فراكشرز. هنتكلم دلوقتي هنكمل الفيديو هنبدا في الكلينيكال. احنا قلنا في 5 اكس رايز و5 كلينيكال فوتوس، هتكلم على الكلينيكال فوتوس الحاجات امثله الحاجات اللي هتيجي ان شاء الله في الامتحان، وبعدين نتكلم عن نيرف انجريز باختصار شديد. نشد حيلنا كده ان شاء الله. طيب اول حاجه صوره اسمها حاله اسمها دي دي اتش. دي دي اتش يعني ايه ديفلوبمنتال سبليزيا اوف ذا هيب، يعني تعرف الحاله دي اسمها دي دي اتش ازاي. ده سبوت دايجنوز، بيجي لك اكس راي كده يقول لك ده ايه. هتلاقي في شايفين ده هيب في طفل، عرفت الطفل ازاي؟ لان في فايسز ده مفتوحه وده مفتوح وفايسز هنا مفتوح، الحاجات دي جروث بليتس موجوده في كل حته، وترايراديت كارتج اللي هو بتاع الاستبلم مفتوح ده كلها جروث بليتس. هتلاقي في استبلم الهيب موجود في مكانها جوه الايه جوه الاستبلم اهي، والهيد الثانيه ديسلوكيتد. فاكرين لما شفنا الوضع ده في الادلت بنسميه بوستيريو ديسلوكيشن طالع فوق، هنا لو في تشايلد بص ما فيش حاجه اسمها ديسلوكيشن ان تشايلد، دايما لو حصل انرجي حصل صوره سوري تروما في تشايلد ما بيحصلش ديسلوكيشن، لان الفايسز في التشيلدرن اضعف من الليجمنتس. لما عشان يحصل ديسلوكيشن الليجمنتس اتقطع، وعشان في الاطفال الفايسز اضعف، فاما يحصل انرجي فاما يحصل تروما سوري الانرجي بتاع التروما دي او الفورس بتاع التروما بتكسر الفايسز اسهل منها ما تقطع الليجمنتس. فدايما في الاطفال ما بيحصلش ديسلوكيشن ويحصل فايزيال انجريز، حاجه اسمها ايه متقسمه مشهوره جدا اسمها سولتر هاريس كلاسيفيكيشن اوف فايزيال انجريز. يحصل حاجه اسمها فراكشر سيبريشن، يعني الايه الفايسز يتكسر ويخلع او يتفك عن بعضه، اسمه فراكشر سيبريشن. ده انتيتي خاصه بالانجريز في الاطفال. طيب هنا لقينا الجوينت مخلوع، دي حاجه مش طبيعيه، ده مش تروماتيك، نون تروماتيك. عاده في الاطفال بيبقوا غالبا ايه اقل من 5 سنين، طبعا ممكن يحصل ممكن يكمل اكتر من كده، لكن هو غالبا بيبقى ديفلوبمنتال، يعني ايه بيحصل مع ايه وذ تايم.
كان اسمه القديم كونجينيتال ديسلوكيشن، بعد كده اتغير لديفلوبمنتال ديسبليسيا او ذهب. بتلاقي ناحيه ايه، او ممكن ناحيتين مخرعين، بس تلاقي الجوينت الهيد بره الاستابيلوم. لقيت حاجه زي كده تقول دي دي اتش او ديفلوبمنتال ديسبليسيا او ذهب، سبوت دايجنوستس. طبعا هنا لو في رايت تقول رايت او ليفت، لكن هنا مش واضح. يبقى بلين اكس راي انتروبوستير فيو اوف ذا بلفس شوينج ايه، دي دي اتش او ديفلوبمنتال ديسبليسيا او ذهب. تعرف انت تتاكد 100% تقول كده، لو قال لك في الهيستوري ذير از نو تروما، والتشايلد طبعا اقل من 5 سنين، او يعني غالبا بيبقى في الوضع ده. البيرث ديزيز ديت حاجه هي مش مهمه قوي في الامتحان ده، بس هي حاجه مهمه عموما، لان بيحصل فيه البلاد سبلاي بتاع الهيد. فاكرين الافاسكا نيكروزس في الادلتس؟ شفت كنت مصور لكم صوره فيها ايه، راس العظمه متاكله وديفورمد. نفس الكلام ده بيحصل في الاطفال، بس بيحصل ايديوباتيك من غير سبب، بيحصل انتربشن بلاد سبلاي رايح الهيد من غير سبب كده، وتلاقي الهيد ديفورمد ومتاكله وشكلها اتغير، فبنسميه مرض بيرثس، اللي هو ايه، بنسميه تاكل نيكروزي في راس عظمه الفخذ في الاطفال. طيب في حاجه اسمها سليب دي كابيتال فيمر اوليفيسز، اللي هو ده عباره عن يعتبر فراكشر سبيريشن، اللي هو الفايسس ده بتاع البروكسيمال فيمر اتكسر، والايه والابيفيسز بتاع الهيد اتحركت مكانها. دي اسمه فراكشر سيبريشن او سليب بروكسيمال فيمر، بس ايه غالبا مش نون تروماتيك، فبيسميه سليب دي كابيتال فيمر اوليفيسز. برضه ده حاجه مش مهمه في الامتحان بصراحه، لان هي حاجه معقده شويه ومور بوست جراديويت، وعشان ما فيش وقت شرحناه بالتفصيل فمش هنجيبها في الامتحان ان شاء الله. طيب دي صوره مهمه جدا جدا، دي فورمتي فيري فيري كومن ديفورمتي بتحصل في اطفال، بسميها تاليبس ايكواين فيروس او اي كلاب فوت، ودي مشروحه عندكم في الكتب بتاعه الايه الاندر جراديت عندكم. دي بتبقى عباره عن ديفورمتي كونجنتال ديفورمتي، بيبقى الايه بيبقى الفوت عامله ازاي داخل لجوه، بيبقى فيها مالتيبل ايه اليمنتس، الهايند فوت والفور فوت. ده اي فوت عباره عن ايه، هايند اللي هو الحد الجزء الخلفي، والميد فوت والفور فوت. الهايند فوت بقى داخله في فيروس، الميد فوت بقى داخله في ادكشن، والفور فوت ادكشن. والانكل بيبقى بلانتر فليكسد. بلانتر فليكسد يعني ايه؟ يعني نازل تحت، ايكوينس فورم بنسميها ايكوينس فورم. الانكل نازل لتحت كده بنسميه ايكوينس، وداخل لجوه بنسميه ايه؟ ادكتس. والهايند فوت بيبقى داخل لجوه برضه بنسميه فيروس، فبنسميها تالي بس ايكوين فيروس. تالي يعني ايه؟ تالي يعني انكل، وبس يعني فوت، فتالي بس يعني الانكل والفوت، ايكوينو فيروس. ان ايكوينس يعني بلانتر فليكشن، وفيروس يعني ايه؟ لجوه مع ادكشن في الفور فوت. فدي عباره عن ايه؟ ديت ال تقسيمه او تكوين الديفورميتيز اوف ذا ايه اوف ذا فوت في حالات الكلاب فوت، بسميها كلاب فوت او تاليبس كونجينيتال تاليبس ايكوينو فيروس. في الحالات دي برضو بتبقى الايه الكاف ماسلز اتروفايد وشورتد. طيب في حالات كده في الاطفال بتبقى مشكله في الني، الني داخل لجوه او طالع لبره، ودي بنشوفها كتير جدا. اي حد شاف طفل صغير قبل كده هتلاقي رجله ايه مقوسه وداخله لجوه، دي فيسيولوجيكال جينوفيرم. طبعا ده اسمه جينوفيرم، جينو يعني ايه الني، فيرم يعني داخل لجوه. لو احنا رسمنا خط كده، الديستال بالنسبه للبروكسيمال، الديستال بالنسبه للبروكسيمال، الديستال داخله فين؟ داخله لجوه بالنسبه للبروكسيمال، فهي فيرم. فيرم يعني ايه جوه، فالجم يعني بره، يعني اللي هي ايه حصل ايه. فاكرين الانجيليشن دي ايبكس لاترال، ودي ميديال انجيليشن وايبكس لاترال، هي نفس الكلام، بس هنا بنسميها فيرم لان الديستال داخل لجوه بالنسبه للبروكسيمال، يبقى اسمها جينو فيرم. ديت اشهر سبب ليها هو الفسيولوجيكال، تاني اشهر سبب ليها ريكتس، اللي هو فاكرين مرض الصحراء عارفين ريكتس خدوه في الاطفال، بيبقى ايه بيبقى اسمه جينو فيرم ديفورميتي. ده من الحاجات المهمه جدا لازم نعرفها، جينو فيرم ديفورميتي. وانتوا فاكرين طبعا المانيفستيشن بتاع ريكتس شخص ازاي، تلاقي فيه كابنج وفرينج للديستال للميتافيسز، وتلاقي بون اوستيوليتيك او سوري الكواليتي بتاع البون بتبقى ايه ليتك شويه، او البون بيبقى اوستيوبروتيك. ده في ريكتس اللي هو الايه بون سوفتنينج ديزيز. طيب شايفين الكابنج والفرينج والوايدنينج اوف ذا ايه ميتافيسز. طيب في حالات العكس بقى، ان ان الليكس الرجل تبقى طالعه لبره مش داخله لجوه، بيبقى الجينو فالجام، الديستال طالعه بره بالنسبه للبروكسيمال اسمها جينو فالجام. تحصل حالات ريكتس برضو، سبيشالي كمان في الايه في رين ريكتس، بس هي ممكن تحصل فيسيولوجيكال. احنا فيسيولوجيكال طبيعي من سن سنه لثلاث سنين يبقى الرجل في فيرم، بعد كده بتتحول لفالجام من ثلاث لست سنين، بعد كده بتتعدل تبقى ايه لحد ما نيوترال او فقط من 7 ل 10 درجات فالجام. ده النورمال، ده النورمال في اي عيان، في اي انسان طبيعي، في سلايت فالجام. الفي فيرم معظم البوبيليشن فيها ناس كتير عندهم فيرم، ده مش حاجه مش ده مش ده الطبيعي، مش ده الفسيولوجيكال. بسبب ايه، مشاكل في التغذيه او مشاكل في النمو، او يعني جينيتيك فاريشنز يعني بالنسبه للبوبيليشنز. بس هي طبيعي يبقى في شويه من 7 ل 10 درجات فالجام وليس فيرم. بس هي جت لنا دي في الامتحان سبوت دايجنوز، هنقول جينو فالجام باي لاترال، جينو فالجام من ناحيتين فيهم جينو فالجام، باي لاترال جينو فالجام.
تمام. دي حاجه اسمها فلات فوت، دي مش مهمه قوي، دي قدم مسطحه ومعروفه جدا بالناس بتطلع من جيش، بس هي اكشولي هي المفروض ما تطلعش من جيش، لان لا الناس اللي عندهم فلات فوت عندهم ايه ايفيدنس، يعني اكوردنج تو ذا ليتست ايفيدنس، لو الناس عندهم فلات فوت عندهم قدره اكتر انهم يمشوا مسافه اطول ويستحملوا المشي بمسافات افضل فاكتر، فيعني عندهم استيولوجيكال ادفانتج، بس طبعا within limits، يعني مش كل طبعا في سيفير اجريز في الفلات فوت تعمل بين وتعمل ديفورمتي بتحتاج سيرجري. في حاجه اسمها ميتاتارس ادكتس، دي جزء من التاليبس، فاكرين التاليبس بتبقى ايه معاها اذر كومبوننتس اوف ديفورميتي، لو بس الفور فوت هو اللي داخل لجوه بسميه ايه ميتاتارس ادكتس، مش مهم برضو. اهم حاجه في الحاجات دي كلها هي التاليبس ايكواني فارس والجينو فارم والجينو فالجم والدي دي اتش، الدي دي اتش والجينو فارم والجينو فالجم والميتاتارسس سوري والايه والتاليبس ايكواني فارس، تمام. الاوستيومايلايتيس ده بيبقى انفكشن في العظم، بيبقى فيه حاجه فيها ثلاث ثري كومبوننتس، بيبقى فيها سيكويسترم ديد بون انسايد انسايد مدله او انسايد بون، وفي انفولاكرم ده عباره عن عباره عن سكليروتيك بون اراوند ديد بون، كلويكا ده للساينس اللي بتطلع الايه ديد بون من الايه الفتحه اللي بتوصل ايه الديد بون ده بتخليه يطلع بره المدله. يبقى ده عباره عن ثري كومونس بتشوفهم في الاكس راي، انفولاكرام زي ما انتم شايفين كده ده عباره عن سيست كده موجوده في العظم، فيها ديد بون، فيها حته كده سكليروتيك جوه ديد بون بنسميها سكويسترام، وحواليها السكليروتيك ليجن دي اسمها انفولاكرام، وتلاقي في خرم كده موجود في حته منطقه من المناطق بنسميه ايه؟ بنسميه إيه الكلويكا او الايه ساينس. ده طبعا ده اكس راي لكرونيك اوستيومايلايتس، كرونيك اوستيومايلايتس اوف ذا ايه ذا بون، سواء بقى في الهيب سواء في الفيمر سواء في التيبيا وات ايفر يعني. دي حاجه برضو لسه امبورتنت بنقولها لكم ايه فور نيو نوليدج بس نوت فور اكزام. دي برضو ديفورميتي في السباين بنسميها ايه، السباين بيبقى شيفتد كده تلتد او شيفتد تو وان سايد، ده بنسميه سكوليوزس، الليجن الديفورميتي اسمها سكوليوزس. لو في اللاترال فيو كانت بص عليها من الجنب، لو هي شيفتد انتيرور او بوستيرور في كيرف زايد انتيرور او بوستيرور بنسميه ايه كايفوزس، كيفوزس يبقى الكيرف بتاع الدورسال سباين بيبقى زياده قوي والعيان متحدب كده اللي هو الايه تحدب ده اسمه كيفوزس. ده احنا قلنا في الاطفال في حاجه اسمها فراكشر سيبريشن، يبقى الفراكشر واصل لايه للجروث بليت او الفايسز، ودي لهم انواع 5 تايبس اكوردنج تو سولتر هاريس كلاسيفيكيشن، دي حاجه مش مهمه لكم في اندر جراديو بس تعرفوها ان في حاجه اسمها فراكشر سيبريشن، اما ده بيحصل في التشيلدرن اونلي، اما الفراكشر يوصل للجروث بليت وايه كلاسيفايد باي سولتر هاريس كلاسيفيكيشن. طبعا دي صوره برضو للتوتال ني، احنا ما قلناش ما اتكلمناش على التوتال ني، ده التوتال ني زي فاكرين التوتال هيب، دي برضو توتال ني يعني ايه بنغير الجوينت بتاع الني خالص لما بيحصل فيه ادفانس اوثرايتس وما لهاش حل تاني، بنشيل المفصل الطبيعي ونحط مكانه مفصل صناعي اللي هو اسمه توتال ني ريبليسمنت بشكله كده. طيب نتكلم عن اخر حاجه خالص في المراجعه ان شاء الله والنيرف انجلز، اهم نيرف انجلز المفروض نتكلم عليها نعرفها هي ايه، راديال نيرف انجري، ميديال نيرف، والنا نيرف، وفي اللور ليمب بنتكلم السياتيك والكومبرونيال نيرف. اول حاجه في تايبس اوف نيرف ليجنز، في نيرف ليجن ممكن يحصل ايه، ممكن يحصل له كومبريشن، ممكن يحصل له ستريتش، ممكن يتقطع خالص يحصل له سكشن. حاجه اسمها ايه نيرف كومبريشن اللي هو الايه نيوروتوميسيس اللي هو مقطوع، اكزونوتوميسيس بيحصل له الاكسون بس يتقطع، او نيرف كومبريشن اللي هو النيرف كونكشن اسمه نيوروبراكسيا. طيب احنا يعني في العادي كان في لما كان في امتحان امتحان شفوي كنا المفروض عارفين الكلام ده، عارفين اناتوم بتاع الميديا نيرف انجري والميكانيزم اوف انجري ازاي والليفل اوف انجري والكلينيكال بيكتشر بتاعت النيرف، بس احنا هنختصرها يعني الكلام ده انتوا عارفينه نظري ممكن يجي في امتحان اخر السنه كسؤال مثلا او بعد كده في الاناتومي المفروض تذاكروه طبعا في الجنرال في الامتحانات في امتحان الجراحه العامه، بس احنا هنتكلم بس على الحته اللي تهمنا اللي هي الديفورميتي. اما يحصل قلنا النيرف انجري اللي ايه المشكله اللي تحصل، بيحصل حاجه اسمها ايه بهاند ديفورميتي، لازم عشان نفهم الديفورميتي لازم نكون فاهمين اسمها ايه بهاند او سيمي هاند، لازم نكون فاهمين الميديا نيرف ده بيغذي ايه. انا مش هتكلم في تفاصيل لان دي حاجه كبيره، المفروض نتكلم ميديا نيرف ايه المسلز بتغذيها، واما المسلز دي تبقى اتروفايد يحصل ديفورميتي، بس اختصارا للكلام ده كله الميديا نيرف لو حصل له ديفورميتي بيحصل ايه، بيحصل حاجه اسمها ايه بهاند ديفورميتي. ايه بهاند ديفورميتي لان هو ايه بيغذي الابداكتورز بتاعت الثمب، فما الابداكتورز تبقى ضعيفه يبقى الادكتور بتشتغل، الادكتور شغال بالادنى النيرف فبايه فالثمب بيبقى ايه جنب الهاند كده بالمنظر ده، فيحصل حاجه اسمها ايه بهاند ديفورميتي. تمام،
بيحصل ايه؟ اتروفي للايه؟ ثينر ايمينس هنا، لان جزء من المسلز اللي موجوده هنا الابداكتور والاوبونس والفليكسور وفليكسور هالوسز او فليكسور بولسز سوري، كلهم متغذيين باي ميديا نيرف، بيحصل لهم اتروفي فتلاقي اتروفايد وادكتد، فيسموها ايه؟ ايب هاند ديفورميتي. طبعا هو ان ابيليتي تو اوبوز، لانه بيحصل انجري او بيحصل ايه باراليسز للمسل اسمها اوبوننت او اوبوننس بولسز بريفز او اوبوننس بولسز. اوكي، فيبقى اهم حاجه هنا الايب هاند ديفورميتي. في الالنا نيرف انجري حاجتين بيحصل ديفورميتي، يبقى شكلها ايه؟ بارشال كلو هاند. بارشال كلو هاند في حاجه اسمها الالنا بارادوكس. الالنا بارادوكس دي بتحصل ايه؟ المفروض الالنا نيرف انجري المنطقي اي نيرف لو اتعور فوق عالي بيبقى المدى التروما بتاعته او مدى الديفورميتي بتاعته اكتر من لو اتعور تحت، لان هو بيغذي مسلز اكتر. في الالنا بارادوكس دي العكس، الالنا نيرف لو ان الالنا نيرف انجري الهاي الالنا نيرف انجري بيحصل فيها ديفورميتي اقل من اللو اللي هو عند الريست مثلا او الفور ارم الالنا نيرف انجري. وده ليها تفسير ان الهاي الالنا نيرف انجري، طبعا احنا عارفين النيرف الالنا نيرف المفروض في الفور ارم بيغذي حاجتين، بيغذي الايه؟ الفليكسور كارباي الناريس ماسل والهاف الالنا هاف اوف فليكسور دوجيتورا بروفاندس، فليكسور دوجيتورا بروفاندس. تمام، وطبعا الالنا نيرف بيغذي مينلي المسلز بتاعت الهاند اللي هم الايه؟ الانتروسياي واللمبريكلز والادكتور ماسل الادكتور ايه بولسز. لما يحصل الالنا نيرف انجري وبيغذي طبعا ايه؟ مينلي الفليكسورز السوبرفيشاليس والسوبرفيشال والديب فليكسورز بتاعت بتوع ايه؟ بتوع الايه؟ تو فينجرز دول. بيغذي التو فينجرز دول مينلي يعني الالنا نيرف. لما بيحصل ايه؟ يحصل لو الالنا نيرف انجري بيحصل حاجه اسمها ايه؟ بارشال كلو هاند. طبعا اللومبريكلز وانتر اوساس بيحصل لهم باراليسيس، بيحصل حاجه اسمها ايه؟ انترنسيك ماينس ديفورميتي، بيحصل حاجه اسمها، مهم يعني بعيدا عن التفاصيل، بيحصل حاجه اسمها بارشال كلو هاند، بتلاقي الصباعين دول ايه؟ متنيين شويه. طيب الالنا بارادوكس بقى غريبه، لما يحصل ايه باراليسيس للنيرف او يحصل انجري للنيرف اباف ذا ليفل اوف ذا البو بيحصل كمان اتروفي للفليكسور ديجيتورم بروفاندس اللي بيغذي الصباعين دول. فلما الفليكسور العضله اللي بتعمل فليكشن للتو فينجرز دول بيحصل لها باراليسيس، الصباعين دول بيفردوا شويه عن الطبيعي عن الايه؟ عن اللو انرجي. معنى كده ان الهاي انرجي الديفورميتي بتاعتها شكلها اقل او احسن من الايه؟ الديفورميتي بتاع اللو انرجي او الديستال ديستال سوري ديستال ديستال تروما او ديستال ايه نيرف انجري. فدي حاجه اسمها، دي حاجه مش منطقيه، بيسموها بالنر بارادوكس. الهاي تروما للالنر نيرف بيبقى الديفورم بتاعتها اقل من اللو تروما في الالنر نيرف. تمام، مهم يعني دي اسمها بارشال كلو هاند ديفورميتي بتحصل في الالنا نيرف انجري سبيشال ايه اللو او ديستال الالنا نيرف انجري. الهاي بيبقى الديفورميتي اقل شويه. تمام، وبيحصل فيها جاترنج. ليه بيحصل ايه جاترنج؟ ده الايه؟ تلاقي الانتر اوسايو لامبريكلز زي واضحين قوي السبيس بين التندونز او الدورسال سبيسز دي واضحه قوي، بيسموه جاترنج. ليه؟ لان المسلز اللي بين الايه جاترز دي بقت اتروفايد عشان الالنا نيرف بيغذيها فبيحصل جاترنج. طيب الميديان نيرف نفتكر بس ان هو بيتزنق هنا في كانال اسمها كاربال تانل، كاربال تانل كانال، فبيحصل حاله كاربال تانل سندروم. وفي نفس الوقت الالنا نيرف برضو بيتزنق في حته اسمها ايه؟ كيبيتال تانل، فبنسميه الجاينز كانال، اسمها جاينز كانال اسمها كيبيتال، سوري الكيبيتال تانل دي في الالبو، الجاينز كانال سندروم دي فين؟ في الريست. ده مكان الالنا نيرف كومبريشن، ده الالنا نيرف الحاجات اللي بالانجري بالايه كومبليكيشن اللي بتحصل بسببها. وهو برضو مثلا احنا قلنا بارشال كلو هاند ديفورميتي از مور بروميننت لو الايه لو الاباف ذا ريست، لو هي عاليه بقى اباف ذا البو بيبقى بارشال كلو هاند ديفورميتي، لو البلو اللي هو الديستال الاباف ذا ريست بيبقى ايه مور بروميننت. زي احنا قلنا اتكلمنا على الالنا بارادوكس. تمام، دي الالنار كانال سندروم اسمها جاينز تانل سندروم، بتبقى ديستال عند الريست. راديال هاند راديال نيرف طبعا انجري بيغذي الاكستنسور بتاعت الفينجرز اند ايه اند ريست، ولو بيحصل فيهم انجري بيحصل ري انجري سبيشالي زي ما احنا فاكرين في الايه في الهيومرس فراكشر شافت هيومرس، لانه ماشي فين؟ في السبايرال جروف. ممكن لو حصل فيه انجري يحصل ايه؟ دروب هاند اند فينجرز، ديفورميتي اسمها ايه؟ اسمها ريست دروب اند فينجر دروب، ريست دروب اند فينجر دروب، دي فيري فيري امبورتنت كويستشن. ريست دروب اند فينجر دروب دي ديفورميتي بتحصل فين؟ في راديال نيرف انجري. كومبرانيال نيرف انجري في اللور ليمب
احنا قلنا السياتيك والكومون لومبرينيا، طبعا مش مهم، بس السياتيك نيرف ده بيكز تقريبا ايه كل الايه الماسلز والسنسيشن بلو ذا ليفل اوف ذا ني. فلما يحصل ايه كومبرونيال او سايتك نيرف انجري بيحصل حاجه اسمها ايه فوت دروب. الفوت ما بتت... ايه ما بتطلعش ما فيش ايه اكستنشن ليها او ايه دورس فليكشن ليها، فيحصل حاجه اسمها فوت دروب لما يحصل كومبرونيال انجري. ديت ايه ديت الديفورميتي بتاعت الكومبرونيال انجري اسمها ايه فوت دروب. لما يحصل سايتك بيبقى ايه الديستال ليفل سايتك نيرف انجري هاي سايتك نيرف انجري، يبقى الكومبرونيال بورشن والتيبيال بورشن الاثنين افكتد، فبيبقى ايه فوت فليل فوت يعني، ولا بتحرك بلانتر ولا بتحرك ايه دورسال. ممكن برضو نسميها ايه بيسميها فوت دروب ديفورمتي برضو. كده احنا خلصنا المراجعه بالنسبه للابر ليم، بالنسبه للور ليم، بالنسبه لاسئله الايه بالنسبه لاسئله ان شاء الله الكلينيكال. اتذكر يعني ان شاء الله ما فيش اي اسئله كلينيكال بره اللي احنا شرحناه، سواء في الفراكشرز والصور الكلينيكال اللي شفناها في الفراكشرز او اللي في الاخر المراجعه او النيرف انجرز. كل ان شاء الله الاسئله موجوده اللي في المراجعه دي، كل ما فيش حاجه ان شاء الله في الامتحان بره المراجعه، سواء في الاكس راي سواء في الكلينيكال. وكل الاسئله سهله جدا ومباشره جدا، وبالتوفيق باذن الله. شكرا جزيلا.